السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة والأخوات. نحن على المباشر اليوم 5 جانفي 2019. الموضوع تاعنا اليوم هو حول العزوف في الجزائر. أعتقد هو أنه كان الصوت وعليكم السلام الأخ عبد الخالق، أخ بلال، الأخ معروف، الأخ فوزي. يبدو هو أنه كان الصوت راهو واضح الآن. ربي يبارك فيك الأخ الكريم. إذن الإخوة والأخوات، نحن على المباشر اليوم 5 جانفي 2019، والموضوع هو حول العزوف في الجزائر عن السياسة وعن الشأن العام. يعني راني حددت الموضوع العزوف عن السياسة وعن الشأن العام في الجزائر. فيه ناس راهم يشتكيوا، سواء الناس اللي راهم في السلطة أو الناس اللي راهم يشتغلوا في الإدارات العامة أو الأحزاب السياسية أو الإعلاميين بشكل عام، راهم يشتكيوا من عزوف المواطن عن السياسة وعن الشأن العام. حبينا نعرفوا احنا وش هي الأسباب هذه اللي تخلي المواطن هو أنه لا يهتم بالشأن العام ولا يهتم بالسياسة. وش هي الأسباب اللي تخليه هي أنه يعزف، بمعنى أنه يبتعد أو يمتنع عن الفعل السياسي. وعليكم السلام الأخ زاكي، يا أخي اللي ترمز الاسم تاعك بكور. أخ سليم، أخ بلال، أعتقد أنه راه الآن الصوت واضح. إذن هذا هو الموضوع تاعنا اليوم. فيما يتعلق بالموضوع اللي كنت أعلنته من قبل والمتعلق بحوار مع الأخ فؤاد حول قضية تاع المكفوفين، يبدو أن الأخ فؤاد عنده مانع، وبالتالي أجلنا الحوار إلى وقت لاحق. نحاول أن نشرك بعض من الإخوة معي. شوفوا ترى مع الأخ هذا أمين. ربي يبارك فيك الأخ صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام الأخ أمين، مرحبا بك. الله يسلمك، لاباس راكم لاح؟ الحمد لله، الله يبارك فيك الأخ أمين. الموضوع تاعنا اليوم هو حول العزوف، وش هي الأسباب برأيك أنت، أسباب اللي تخلي المواطن الجزائري هو أنه يبتعد أو يمتنع عن تحزب أو عن سياسة بشكل عام أو عن الشأن العام؟ يعني صار المواطن الجزائري هو أنه لا يعبأ، يعني وش هي الأسباب اللي تخلي المواطن هو أنه لا يعبأ بالشأن العام ولا يعبأ بالسياسة وبالسياسيين؟ تفضل الأخ أمين. شوفوا ترى هذا الأخ بلال. شكرا الأخ عبد الخالق. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك الأخ بلال. أنا أبو بلال من بروكسل. مرحبا بك الأخ أبو بلال. الله يعيشك، ربي يحفظك. الموضوع اليوم عدم عزوف الشعب الجزائري عن السياسة. السياسة والشأن العام يعني بشكل عام. والله الشأن العام تبعوا فيه والله عندنا مرض بالشأن الجزائري. والله ما راني صار لي 18 سنة في الغربة، ما عمرنا نسينا البلد. لا، مانيش نحكي على الحالات الخاصة، نحكيه بشكل عام الأخ أبو بلال.
شوف، مش في قطاع السياسة دوك حنا كي نقولوا عزوف، بمعنى أنه هناك ابتعاد أو هناك امتناع تاع المواطن لا والله يعبأ بالأحزاب السياسية، بمعنى الامتناع أنه لا السياسة، يتفاعل معها. قال مثلا حزب سياسي يدير ندوة أو يدير ما على باليش أنا جامعة صيفية أو يدير ملتقى أو يدير مؤتمر، المواطن هو لكن لا يعبأ به، فهمت؟ ما على بالوش به أصلا. راه غلط والله هذا. الأخ نور الدين، يا الأخ نور الدين، لازمنا مبادرات من عندك، لازمنا لم الشمل، كما احنا هنا المقتربين في الخارج لازمنا واحد اللي يلم الشمل تاعنا. كيفاه نتلموا؟ كيفاه نحكيوا على وضع البلاد؟ كيفاه نشاركوا باش ننقذوا البلاد؟ لازمنا واحد يدير مبادرة لم الشمل، كما انت قاعد دير هاد الايامات في مبادرات، مبادرة حميدة قاعد تلم في الشمل تاع الجزائريين، عن كما يقولوا نتحدوا على كلمة واحدة، كما يقول ربي تعالوا لكلمة سواء. فهمت الأخ نور الدين؟ نحبوا ناس اللي يجمعنا، هذا ما كان، لازمنا مبادرات. الأخ أبو بلال، حنا نعم، حابين نعرفوا الأسباب، وش هي الأسباب اللي تخلي المواطن الجزائري لا يعبأ بالشأن العام، ما على بالوش بشأنه. لا يعني يثق في هذه مثلا هذه لا مجموعة يثق. من الناس حبوهم مثلا يخدموا طريق، طريق أيه. تسمى راه للصالح العام، و ما على بالوش، فهمت؟ ما على بالوش بالشأن العام هذاك، مع انه هو المواطن الطريقه هذيك راه رايحه هي تخدمه، راه رايح يستفاد منها، فهمت؟ وقضيه واحده اخرى، قضيه اللي قال مثلا تشغل بال الرأي العام او في المصلحه العامه، هو ما على بالوش بها، وفي المقابل تلقاه ربما يروح لحاجه تافهه. او مثلا الان راك تشوف فيها مثلا في الفيسبوك، تلقى نعم، مثلا واحد انسان تافه، ويعني تلقى الناس عنده بالآلاف المؤلفة، وفي المقابل تروح تلقى مثلا واحد راهو يثير في قضية اللي هي مثلا في صالح الرأي العام وفي صالح يعني الأغلبية من الشعب الجزائري، تلقى ناس والله يعني يا الاخ بعده نور الدين، حصل. يا الاخ نور الدين نجاوبك. علاش نقول لك الناس يحوسوا على كما نقولوا احنا عندنا في قسنطينه، هذا الاصل تاع قسنطينه، يحوسوا على المداهش، كما يتبعوا في امير ديزاد، في يتبعوا على الفضائح، يتبعوا على الفضائح. مش بالضرورة هو يعني كمثال برك. كي احنا نقول لك يعني ما نهضروش حنا، انا السيد هذاك انا ما يعجبنيش، مالغري يقولوا اني ضد، ما على باليش ضد الحكومه، وندير في الوعي. الوعي مش بالطريقه هذيك، الوعي توعي الناس مش بالطريقه بالفضائح وبالكلام، كما انت قاعد دير هذيك تاع المصالحه، كلام زين كما يقولوها، كلام مليحه المصالحه، وحابين نلموا الشعب الجزائري، مش بكلمه ولد القومي وبالفاظ وحايد يقول هذاك، كما كان هشام عبود هذاك، انا كنت نتبعه من عادي يقول لك، يقولوها اللي يقول الجردان، انا ما نحبش واحد كيما انت، يا لازم يحسن الفاظه، واحد يحوس يلم الجزائريين ويشم الشمل تاعهم، يعني عنده كيما يقولوها كلام يشوفوا ليه الناس، مش بطريقه تاع واحد يقول لك اني واحد الجردان، واحد يقول لك ما ردش على الجردان، واحد يقول ولد القومي. نو مشك احنا جزائريين. ثم تقصد الأخ أبو بلال من أنه من بين الأشياء اللي تخلي المواطن هو أنه يمتنع يعني مثل هذه الأمور، يعني تصرفات أو الامور سلوكات هذه نتاع انا ما أفراد. نحبهاش، افراد يدعوا انهم ضد النظام هذا ويوعيهم، ما يهضروا بالفاظ ما تليقش بينا كمجتمع جزائري، ما تليقش بينا. انت تقول ندير الوعي وانت تستهدر في الفاظ سوقيه، الفاظ ما عندهاش اخلاق، ما عندكش اخلاق، طريقه التاكل مع الناس. تاكل الله يبارك عندك 2 ملايين مشاهد ولا مليون، حسن الفاظك وعقاو ديما عقابهم وما نعرف واش، وش اللي عقاب؟ تاك الجزائريين كتخطف في جزائريين، مهما هادو الناس فاسدين، وما هادو الناس خارجين عطلقوها على بالنا فسدوا الحرث والنسل، بصح عندك ناس تتبع فيك، هضر بطريقة سلسة بطريقة مليحة، كيما كاينين هنا، كاينين اجتمعنا مع اللايف تاعك، جي يوضروا لك وقتك، كاينين ناس ما لا علاقة، نعم كاينين ناس صحيح. لا علاقة.
نعم، انا شكرا لك. نحييك على المبادره هذه، تعطيت كما تعطي الفرصه للناس بكل تحكي، ماهوش واحد يدخل لي على المدير لايف ويحكي وحده ولا يخير الناس اللي يجيبهم هو، تمد الفرصه للناس بكل، للامي للمثقف للواعي اللي نحييك نعم، والله نحييك. شكرا للأخ أبو بلال. المرة الأخوة آخرين، آه يا صاحبي، السلام عليكم نحاول، ورحمة الله. ربي يبارك فيك الأخ الكريم. المرة الأخوة آخرين، الأخ، شوفوا ترى هذا اللي يرمز الاسم نتاعو بمحمد. الأخوة الأكارم مصبرون، كل مرة نمرر واحد. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بك الأخ محمد. مرحبا بك الأخ محمد. الله يسلمك. السلام عليكم، راكم لاباس غاية. الحمد لله، الله يبارك. الحمد لله، الله يبارك فيك. الأخ محمد، تكلم فين الأخ محمد؟ من باريس. نعم نعم من باريس. مرحبا بك، مرحبا بك. تفضل في الموضوع، تفضل في الموضوع الأخ محمد. يا خويا أنا بغيت نشارك برأيي، بالك يحتمل الصواب بالك يحتمل الخطأ، بغيت نقول رأيي كشاب بسيط جزائري عادي. نعم نعم تفضل. انا نشوف باللي الناس هكا بعدت شويه على السياسه، ولا بعدت هربت، ولا باسكو الناس ضروري ما تديش الثقه، خلاص الثقه ما بقاتش، باسكو نشوف باللي السلطه احتكرت السياسه، كيما كانوا ذاك العام محتكرين السكر، ولا محتكرين السلطه احتكرت السياسه وما احتكرتهاش حتى بان مانيير زعما احترافيه، بحفظ احترافيه اللي قادرتها في الشعب ولا تها في الناس، احتكرتها بطريقه همجيه، اللي حتى ولا اللي ما عندوش مستوى ولا ما عندوش نيفو ولا ما يهتمش ما بالبوليتيك، ولا يشوف باللي ودي راه كاينه حاجه، راه كاينه دوكو حتى ال ولا ولات ولات مفضوحه، ولات مفضوحه على العالم، ولات مفضوحه على العالم. درك ما نطيقش، درك انا واحد من الناس اللي باغي فوالا، باغي نبارتيسيبي، اللي باغي نشارك، اللي باغي مع من نشارك؟ تشارك مع غول، تشارك مع ويحيى، تشارك مع كاع صانعتهم الدوله، حتى المعارضه تاع الدوله، المعارضه اللي كان عندنا فيها اسبوار خفيف، ابان ابان خفيف، حتى خرجوا فضحتهم كاع، فضحتهم كاع دي التاليه تاع بوتفليقه تاع التمديد وتاع تاع 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 التمديد، ولا تعاود يترشح، ولا صافي دير المستور اللي كانت متسوسه شويه كل جبان. ايوا في المجتمع، في المجتمع الناس ضروك ماهيش تونتيسيبي، راهي تستهزأ في كلش. الناس قطعت الياس، الناس قطعت الياس، كيما نقولوا يا بلي ديسبوار، كي تشوف ناس تحرك في فلوكه وتموت في البحر هكا، عيني عينك عينك تشوف هكا قدام الناس قدام لو مون، عرف بلي لا ناس سي كراف، هادي سي بير تاع البير. دروك شكون هذا اللي غادي اونتيسيبي ولا يدير ولا يعاون ولا يوعي؟ وزيدو فاني كلمه الصح نقولوها، الشعب الجزائري المستوى الثقافي تاعو دنا بزاف، ودنا ماشي باسكو هو ما عدوش، أنا في رأيي نشوف باللي الشعب الجزائري هو ضحية، ضحية شكون؟ ضحية السياسي. أنا تبان لي في رأيي باللي الدولة هي اللي دارت هذا الشيء باه تجاهل شعبها، باه تولي تسير فيه كيما تحب، دارت فيه الفساد في وسطه، دارت فيه الرشوة في وسطه، وخلاته متقابض مع بعضه، هذا تشاوي، هذا قبيلي، هذا جو سي با كوا، وهذا وبقينا متدبسين غير مع بعضنا. لا بريف، واحد غير يهضر يقول لك الشعب جاهل، غير يهضر الشعب جاهل، غير يهضر يأتاكي الحاجه الاولى اللي أتاكيها أتاكي الشعب. هي بصح الشعب، يعني الواحد يقول كلمه صح، بصح الشعب ربي خلقه جاهل، ما خلقوش جاهل، الدوله اللي تحكم فيه هي اللي جاهلته، جاهلته عينين اللي خلاتها يتخبط مع بعضه. اشاك فوا كي ندبسو ايماجي، عندنا 40 مليون جزائري، امبوسيبل ان نفهمو، لو كل واحد يأتاكي في خو، الواحد يأتاكي في خو. بصح محمد عندك لي كوتور ولا ما عندكش؟ لا عندك كوتور ولا ما عندكش؟ لا عندك لي كوتور، سلام ربي يعاونك. استعملهم باش ما يتعاودش، استعملهم باش ما يتعاودش. عاد شو دقيقة، تسمع فيها هكا مليح؟ انا درت الزيكوتر. نعم الان نسمع فيك احسن، تفضل. هاي قلت لك باللي دروك الشعب دروك راه متدابز مع بعضه، راه كل واحد يحاصر في واحد، الاخر يقولوا انتوما مسخين تقيسوا، والاخر يقولوا انتوما دايرين هكا ديروا، والاخر يقولوا انتوما سارد، احنا فينا وحنا دايرين وحنا دايرين،
بصح حنا ربي ما خلقناش كيما هكا، حنا تسلطت علينا سياسه، سياسه تربويه، سياسه في الاعلام، في الميديا، في العقليه، في التربيه، ولينا كيما هكا سبحان الله. بصح عندك اشاك فوا جزائري يخرج من ذاك التريتوار يروح ليترونجي سبحان الله، وبوت سيموا يتسقم، يتربى، يولي يحترم، يولي يعرف يهضر، يولي يعرف يريسبكتي، حتى هذيك لا نيرفوزيتي منيرفي كي يروح ليترونجي ما يوليش منيرفي سبحان الله، يولي كاع واحد يبروفوكي، يولي يهضر معاه بطريقه دروك تعرف. كي تعاود تدخل للجزائر تعاود سيستيماتيكمون تفان ترجع لك ديك العقليه تاع بكري، تولي منيرفي وتولي تقرا غير واحد يغزر فيك باه تقول له شاكين على تغزر فيا صافي، دير تفهم بلي حاجه راهي انستاليه تماك بات دي تورني لاز باه الناس تبقى في ديك القوقعه هذيك تاع لي نار تاع تقرا غير كاش واحد باهي. مانيش عارف انا مجرد راي يعني نقول فيها وابري ربي عارف. نعم نعم متفق معك في بعض الاشياء، متفق معك اني العام اللي فاتني عقل هبط محمد. الأخ محمد سمنتايا من وجهة نتاع النظر تاعك هو أنه النظام هو السبب في أنه الكثير ولا أغلبية من المواطنين هو أنه يعزفوا على الشأن العام هذا ولا على السياسة. في أنا في رأيي النظام هو خالق وضع، وضع يعني متعفن، وضع يعني بائس، وضع كما نقولوا مكهرب، بحيث هو أنه المواطن الدليل في أنه راهو المواطن موش هكذاك هو أنه لما يخرج لدولة واحدة أخرى ويلقى الظروف يعني في مدة قصيرة يولي يندمج، يندمج ويعطي مستوى، يعطي يقدم. شوف ما نبغيش نتكلم على نفسي، كنت في الجزائر صدقني بربي إلى كنت روسوفير نخدم فيه بيس، وكما يقول لك جيت فيار ما نحشم بها مبول وراجل وخدام وديهان يا أخوان. شوف صدقني اقسم لك بالله الا راني دروك شيف دونتربريز جي مونتي ما بروبر بوات و جو ترافاي بور ما بروبر كونت. الو خبرني وراه المشكل دروك، وراه المشكل، وراه المشكل ما لقيت حتى. شوف كانوا عندي صعوبات في اليامات ولا صحاب فوالا ليترونجي كريم، مي او بو 3 اون 4 اون 5 خدمت في شركه، خدمت في شركات ديت شويه اكسبيريونس، تحكت شويه بالناس فوالا، هي عاود الحياه تبدلت، تبدلت هكا داس كل حياه تبدلت. وسبحان الله ميم الجزائري اللي هنايا اللي نتلاقاو يا اون ديفيرونس، كي نتجبدوا على الجزائر وتقعدوا نهضروا كل واحد يبدا يقول لك انا تبان لي عندي 80 عام كنت في البلاد، وعاد يقول عندي 60 سبحان الله صافي، دير تحس باللي حاجه راهي تماك، حاجه راهي انستالي علينا كما يقول لك ان شون مانيتيك ان شون سبحان الله. علاه اون فوا نخرجوا لفرنسا، نخرجوا لهنا ليترونجي، نبداو نريسبكتو، نبداو نديرو، نبداو فوالا فوالا فوالا، اون فوا نعاودوا نهدوا للبلاد ما ريسبكتو ما والو ما كان اللي يدير، وكون تريسبكتي تولي تبان باللي شويه يعني حبيت ولا شويه ولا شويه. واش فهمت من خلال الكلام تاعك الاخ محمد هو انه المواطن الجزائري بداخله طاقه، هذيك الطاقه ما قدرش هو يفجرها في الجزائر، لما يخرج للخارج يولي هو يفجر الطاقه تاعو هذه فوالا، كيما نقولوا طاقه سلبيه مسلطه عليه. بصح كيما يقولوا بلا ما يعبي ماهوش داري، باسكو ميم حنا كي نهودوا لالجيري وبو 3 موا تسيب روحك شويه كيما هما، تقول سبحان الله انا مش ما كنتش كيما هكا، علاه ندير كيما هكا صافي، دير حاجه خارجه من نطاقك. تعرف باللي ودي حاجه راهي مسلطه على هذا الشعب، كيفاه مسلطه عليه ربي عالم. ومانيش عارف بالك كاين كاين ناس روماركيت هذه، انا بيرسونيلمون روماركيتها. نعم شكرا للاخ محمد، نمر الاخوه اخرين راه كاين اخوه اخرين. يعطيك الصحه بارك الله فيك، شكرا ربي يبارك. شوفوا ترى الأخ هذا بو يعقوب، ومن بعد أخ بو يعقوب يبدو أنه عندك خلل في الخط تاعك. راني دخلتك الأخ الكريم، ولكن المرة الجاية ما تكتب ليش، المرة الجاية أطلب الإضافة. رأى عندك الخانة نتاعك في الهاتف، كاينه خانة ثم وين أنك تطلب الإضافة عجل باش نلقاك في القائمة، لأنه مرات قادرين يكونوا تعليقات بزاف وما نقدرش نقراهم كامل، خاصة لما نكون مركز مع الحوار. راني أضفتك الأخ اللي ترمز الاسم نتاعك بابلو. مرحبا بك الأخ الكريم. معاك تشوف دخلني ومن بعد دخل
الأخ أبو يعقوب، راهو عندك خلل في الهاتف نتاعك. شوف نعاود مع هذا الأخ نور الدين. الأخ سليم قلت لي سبب العزوف هو الفساد، ولكن كيفاش راح السلام عليكم. نحاربوا الفساد؟ نحاربوه السلام بالعزوف؟ عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك الأخ نور الدين. الأخ نور الدين، وش راكم؟ الله يبارك فيك الأخ نور الدين، تفضل في يا الأخ الموضوع. الكريم، فالموضوع نجيب لك من الآخر طول. إصلاح العدالة، إصلاح العدالة بالدرجة الأولى. العدالة احنا في البلاد تاعنا العدالة مش مستقلة. لو كان جات العدالة، كون جات جوج بار اكزومبل مثال رئيس القضاة منتخب من طرف الشعب، نورمالمون رئيس القضاة يحاسب رئيس الجمهورية، يحاسب الناس الكل، الناس الكل تمشي تحت عدالة مريقلة، سواء حتى تروح حتى العدالة للطريقة ثانية، العدالة الاجتماعية. كي تكون كاينة عدالة اجتماعية في المجتمع وتكون كاينة عدالة راقية، صح، رايح نحاربوا الفساد هذا. بلا عدالة ما تقدرش تحارب الفساد. وش راك تشوف في العدالة في بلادنا؟ احنا كلش بالتليفون، يديروك برمي بالتليفون، يدكوك في الحبس بالتليفون، يخرجوك بالتليفون، كما يحبوا يديروك، يديروك كلش بالتليفون. إصلاح العدالة والرقابة المتواصلة، هذو هما اللي نحاربوا بهم الفساد. من غير هذو، وهما هذو المنظومات في زوج، بالعدالة والرقابة، هذو في زوج احنا من آدمين عندنا في الجزائر، من آدمين مباشرة نهائيا، ما كانش من آدمين نهائيا. من غير هذا، لا، من غير العدالة ما كان حتى بلاد تمشي. من غير عدالة احنا بالعكس، لا كونترير، الحوايج تاع العدالة وكل ما يحاربوا فيهم. ما تشوف جهاز المخابرات فيك يعني، وين راح تلحق التطورات؟ وين راح يزيد يخشان اللعب كما يقولوها الشيوخ تاعنا؟ وين راح يزيد يخشان اللعب؟ البلاد وين راح تزيد تدهور اكثر اكثر فاكثر؟ ايوه، لكن وين راح تزيد الاخ الكريم، نعم الاخ نور الدين، انت كي تقول لي نعم العداله فاسده، فهمت؟ نعم تقول لي العداله فاسده، كي تكون العداله فاسده بمعنى انه النظام فاسد، واش تنتظر انت من فاسد على جال باش يصلح لك؟ هذا فهمت؟ هو لب الموضوع. لب الموضوع النظام فاسد، وراح والمشكل وين؟ فساد النظام وفسدت مؤسسات الدولة، وزاد من فساد مؤسسات الدولة فساد الشعب. المشكل وين راح؟ حتى يا الشعب، شفت حتى الطامة، احنا الكبرى وراها ولا ما شفتش؟ هاي الطامة هاي الكبرى، الطامة الكبرى، انه احنا فسدنا، احنا في نفوسنا في حد ذاتنا فسدنا. تيرمو اللي كاين بار اكزومبل، نعطيك مثال، كاين ناس بزاف اللي تناضل وتمشي تحوس على الطريق ضيع، وتحوس على النور، يفشلوك، تكومباتي، وتحبس وحدك، تحبس لا محالة، تحبس تعيا وتحبس، لخاطر ليه الناس فزت. انت تجمع بار اكزومبل مثال في التجمعات يعني اليومية تاعنا احنا في المقاهي، والله وكاين في تعليق صالة الاخ الانترنت. نور الدين، كاين نعم تعليق واحد مسمي روحه فوزي شبوب، قال لك بغيتونا ندخلوا في السياسه باش يجي الناتو يبومباردي ويوليو الحركه يحكموا كيما بكري ونوليو نجوعوا. هذا هو تعليق، تعليق ايوه، من شوف، هذا خليني انا نجاوبه. يا هل ترى الناتو هذا في النظر تاع هذا الانسان هذا، في النظر تاع السيد هذا، انا ما نعرفوش ومع احترامي ليه، الناتو في باله هو راه مش لاحق لنا لهنا؟ يا ويدي في الخيارات تاعنا، ويدي في رزقنا، واحنا ساكتين ونتفرجوا وراضيين ونضحكوا. يا محسن تحارب الناتو تخرج له صواب، تحاربه صواب، ولا يا محسن تخلي يدي في الخيارات تاعك وانت تتفرج، وانت هاك ما تنوضش حتى العشرة اذا كان عندك كاش مرتك تخدم عليك، والله هذاك اللهم بارك، واذا كان ما كانش هاك جاي في الدار ولا قد وخلاص ومريح، ريح تتفرج، استنى الناتو. الناتو حقوقك ياكل فيها يهضم فيها بدون سلاح. في الدول العربية كامل يدي في الحقوق تاعنا، ويدي في خيارات البلدان العربية كامل، ودازنا على بعضنا ونحاربوا في بعضنا،
وإحنا ديجا أصلا هذا النظام هذا ليس سوى بلدية من بلدية فرنسا، كان والو يديو في الرزق ويديو في الشي ويديو في خيارات بلادنا، وإحنا شاتين لقمة وإحنا نجريو مورا اللقمة. والبروبليم وين المشكل وين؟ هما يديوها سوارد وإحنا نروحو لتمنا خدمو ويسلكونا بسواردنا، لا ما نريحوش نخدمو في بلادنا وروسنا مرفوعين ونظمنو إحنا مستقبل ولادنا ونعملو في يل تاوعنا. الاخ جمال وعلق قال لك وعلاش ما مش الحركه اللي راه معاك مينا؟ هذا هو المشكل، ما دامك انت راك على بالك باللي الحركه اللي حاكمين وانا على بالي وهذاك على باله والاخر على باله، اللي راهم يصابطي وينهم غير اللي راهم عايشين وخلاص، هذوك صاي دخلوا في الميليو تاع الحرام، الناس اللي دخلت في الميليو تاع الحرام ودخلت في الربا ودخلت في البنوك ودخلت صاي ما يقدرش يتراجع، او علنوا الحرب على ربي صايك شما قعدوا، وما دام هذا الحرب على ربي خلاص. اخ نور الدين، اخ نور الدين، احنا نحوسوا نعرفوا الاسباب. اسباب قال مثلا خلف المواعيد راهو يعتبر سبب من الاسباب اللي هي تؤدي بالمواطن وانه يفقد الثقه ويصير لا يعبأ، فهمت؟ مثلا صح. نعطيك كمثال، مثلا العزوف عن الزواج، فهمت؟ العزوف هذا راه موضوع طويل وعريض، العزوف عن الزواج صح. قال مثلا واحد راهو عازف عن الزواج عنده سبب، فهمت؟ كاين سبب اللي راهو يخليه هو صح. انه يمتنع، فهمت؟ كاين سبب صح. اللي يخليه يمتنع. الفرق بين العزوف والامتناع ماشي كيف كيف، راهو كاين فرق بين العزوف والامتناع صح. العزوف عنده سبب، قال مثلا واحد يمتنع الزواج خلاص نهائيا، وواحد راهو عازف بمعنى انه قادر فيما بعد يتزوج، قادر يتزوج في اي لحظه غير عنده اسبابه، قادر يكون السبب هذاك راهو مثلا وضع مادي مش قادر هو يتزوج، الله غالب ما عندوش دراهم، قادر يكون هكذاك، قال مثلا واحد كان يعرف وحده ولا ما على باليش وتزوجت، فهمت؟ من بعد هو كما يقولوا صق في قلبه خلاص صار، ولا يبانوا له نساء كامل ما عندهم حتى معنى، الى غير ذلك. عنده سبب اللي هو يخليه هو انه يمتنع عن الزواج. السياسه نفس الشيء، والشان العام نفس الشيء، وكاين اشياء اللي نقدروا نتفاهموها. قال مثلا طول الازمه في الجزائر صح، حصلت فيه مثلا دماء، رعب، خوف، الى غير ذلك. هذيك الأشياء هي خليت المواطن لا يثق، يعني وفقد الأمل لا في الناس اللي راهم في السلطة ولا في الناس اللي راهم دركوما قال مثلا يمارسوا المعارضة، فهمت؟ تذوق مثلا قال مثلا الناس اللي راهم في النظام الناس اللي راهم دوك في النظام راهم معروفين، قال مثلا بخلف المواعيد، معروفين بالتبلعيط، بالكذب، بالدريبلاج، فهمت؟ يدرب ليك وروح بسلامة بالعافية وقعد يجري فيك مع طول الوقت، يقول المواطن هو أنه يعني يفقد الأمل، وبالتالي يصير هو أنه لا يعبأ لا بشأن العام ولا بالسياسة. ولكن في المقابل الناس اللي راهم ثاني أيضا مارسوا السياسة ومارسوا المعارضة، تلقى منهم قال مثلا وعود الكاذبة، واحد قال مثلا أنا نوصل البلدية وندير لكم الطريق وندير لكم مثل كما يقول عريوات في الفيلم هذاك تاع كرنفال في دشرة، ولكن فيما بعد لما يوصل هو للمسؤولية سواء في البلدية ولا في المجلس الولائي ولا في البرلمان ولا حتى للرئاسة، هو لا كما نقولوا يلتزم بهذيك الوعود اللي هو قطعها مع هذاك المواطن. المواطن هذاك يصاب بالإحباط، والإحباط هذاك فيما بعد يصير يستمر، خاصة إذا كان هذا المواطن راهم خدعوه ناس من قبله. هذاك الإحباط هذاك وهذاك الخلف نتاع الوعود هو راح يساهم باش هذاك المواطن هو أنه يكفر بالسياسة ويكفر بجد السياسيين، بالإضافة إلى الرداءة. دوك مثلا كاين الناس اللي راهم عندهم طاقات، فهمت؟ عندهم طاقات. هك تشوف مثلا كنا نتحدث دوك مع الأخ من فرنسا، يقول لك انا كنت نخدم ريسيفور فيما بعد صار كيما يقولوا باترون، فهمت؟ لماذا؟ لانه لقى المناخ وين انه يقدر يتحرك، لقى المناخ وين انه يقدر هو يطور افكار تاعو،
او يفجر الطاقه نتاعو، من بعد هو صار عنصر فاعل بعد ما كان قال مثلا راهو ينتظر فقط في الجزائر، ينتظر في الشهريه. فهمت؟ اذا كاين هناك اسباب اللي هي تخلي المواطن على جنب هذا هذا يمتنع، سواء متعلق الامر بالشان العام ولا بالسياسه. يا الاخ نور الدين دوك انت هكذاك في القنوات الفضائيه، فهمت؟ تشوف ناس في القنوات الفضائيه هذا الشيء، هذا الشيء اللي راك، هذا التفسير، هذا التفسير اللي بديته انت كامل السي نور الدين، راك عطيت لي ملخص. هذا الملخص هما حبوا هذا خدموا عليه 20 سنه باش يلعبوا هذا الشيء، هذا الشيء هذا اللي راه اللي راك تلخص فيه انت، هما خدموا على جاله 20 سنه على جاله، حبوا يلحقوا النتيجه واحده باش يقدر يلحق للنظام. لازم هذا الشعب يروض عمليه داروا له. اعتقد هو انه راه كاين خلل، يبدو انه كاين ضعف في الخط. شوفوا هذا اللي يرمز للاسم نتاعه برعد. دوك نمر لكم الاخوه والاخوات، صبروا لي شويه برك نمر من واحد لواحد. نشوفوا ترى هذا الاخ اللي يرمز الاسم نتاعو برعد، مرحبا بك. الو. الو مرحبا. اهلا وسهلا. السلام عليكم، مساء الخير. وعليكم السلام ورحمه الله. الاسم نتاعكم درك تكلم فينا الاخ الكريم. نكمل نكلم فيكم العاصمه. مرحبا بك الاخ. مبليكم جي. تفضل في الموضوع. الموضوع هو حول العزوف في الجزائر، وش هي الاسباب؟ يبدو انه وضح لي ما فهمتكش، وضح لي ايش. نعم. الموضوع هو حول العزوف في الجزائر، العزوف عن السياسة والعزوف عن الشأن العام. علاش المواطن الجزائري هو أنه لا يعبأ بالشأن العام، وعلاش لا يعبأ بالسياسة وبالسياسيين؟ لماذا؟ هما هناك صنفين هو أنه واللي ما على بالوش. هما هناك صنفين. نعم. الصنف الأول، هناك من يخاف من نفسه، قال مثال هناك من يخاف من الإثارة الفتنة. كيفاش؟ وش بالفتنة؟ دوك قال مثلا قضية تاع تهم الرأي العام، الطريق مثلا، تروح قال مثلا في منطقة، قال مثلا بلدية أو قرية، كاين مجموعة في هذيك القرية، هذوك الناس هما مهتمين بشأن العام، قال مثلا نظافة، قال بيئة، قال طريق إلى غير ذلك، مهتمين هما بالشأن العام، وقال يتطوعوا مثلا في قرية أو في بلدية، حبوا هما مثلا يخدموا طريق، تلقى ربعة ولا خمسة من الناس، ولكن الأغلبية ما يتفاعلوش، راهم عندهم هذاك العزوف، هذاك عزوف عن الشأن العام. فهمت؟ تلقى واحد قال مثلا عنده هو ربع دور يمدها مواطن، هذاك واش عنده؟ راهو خدام حزام، يشارك هو في العمل هذاك التطوعي مثلا، بينما الناس راهم ارباب مال ولكن ما على بالهمش. كاين اشكال، كاين اشكال، وكاين هناك اسباب. في المقابل في السياسه تلقى مثلا واحد راهو عنده مستوى محدود، يروح هو يترشح مثلا في بلديه أو في ولاية أو في البرلمان أو حتى للرئاسة، وبينما فيه شخصيات، فيه كفاءات، راهم ناس، قال مثلا باحثين ولا مهندسين ولا ناس سياسيين كبار، ما يتقدموش هما للشأن العام. للأسف الشديد هو أنه الأخ خرج. نشوفوا ترى الأخ الصالح. وعليكم السلام الأخ محمد. يا أخويا كلمة سقف قلبه هذه
احنا نقولوها احنا في المنطقة نتاعنا نقولوها، فهمت؟ لقية، عنده اللقية ملقي. قول مرات واحد كشما ياكل حاجة ولا هذيك يسقف قلبه، تسمى يولي هو ما عندوش الا لابيتي كيما يقولوا، تحط له نتاع بلا يقول لك لا لا ما ناكلش، هز عليا، فهمت؟ يسقف قلبه، ما انت عنده ما عندوش لابيتي. يبدو هو انه الاخوه والاخوات راهم كاين اللي حابين يشاركوا. مرحبا بك الاخ صالح. اخ صالح اذا راك تسمع فيا اذا عندك واسمه السماعات استعملهم خير، مانيش نسمع مليح. استعمل السماعات، دير السماعات اذا عندك سماعات استعملهم باش ما خطر لما يكون هناك الوسم هذاك تاع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخ الاخ نور الدين، مرحبا بك الاخ صالح. ابتسم. نحب نمد وجهه نظر برك الموضوع. تفضل، ما فيش مشكله، مرحبا بك. الاشكاليه مش في النزوح فقط، الاشكاليه في وطن كامل، في بلد كامل كما نشوف فيها. نعم. فساد وكل الازمات اللي تعاني منهم الجزائر درك هي في انه مش في الدوله كدوله ولا في الشعب كشعب، ففي النظام كما نقول ولا في الشعب للاسف الشديد خونا صالح خرج، يبدو انه عنده ضعف الخط. شوفوا ترى هذا كريم. للأسف الشديد هو أن الإنترنت ضعيفة في الجزائر، وكثير من الإخوة يحبوا يشاركوا ولكن الله أعلم. مش التخمة الأخ جمال، هذيك التخمة نتاع واحد يأكل 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 يشبع يتخم. الأخ كريم مرحبا بك. واش قلنا الأخ كريم في الموضوع تاع اليوم؟ استعمل السماعات الأخ كريم باش ما يروحش صوت. للأسف الشديد. نعم. أن الأخ كريم عنده خلل في الصوت تاعه. نشوفوا ترى هذه اللي يرمز للاسم نتاعو بسميرة. للأسف الشديد اللي ترمز الاسم نتاعك بسميرة عندك خلل في الهاتف نتاعك. بو يعقوب هذا نفس الشيء، اللي ترمز الاسم نتاعك بو يعقوب. نزيد نعاود نعطيك فرصة واحدة أخرى اللي ترمز الاسم نتاعك بابلو. للأسف الشديد المرة هذه ما كانش خلاص. شوفوا الأخ هذا والله الأخت عرباوي نفس الشيء. شوفوا ترى هذا اللي يرمز للاسم نتاعو بنيرو. للأسف الشديد إخوة من الجزائر يحبوا يشاركوا ولكن الخط نتاعهم ضعيف، مرات يكون الصوت يتقطع، مرات الصورة ما تلحقش مليح. الأخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. يبارك فيك الأخ نور الدين، واش أحوالك؟ والله لاباس الحمد لله، ربي يبارك فيك. الاسم نتاعك ومن راك تكلم فينا؟ الاسم تاعي فوزي من مدينة ليون. مرحبا بك الأخ فوزي. يبارك فيك الأخ نور الدين، يعني كنت نسمع فيكم درك على حول العزوف. نعم. يعني مش راني نشوف أنا، يعني الشعب كيما نقولوا ديزيستا روندا، فهمت؟ الأمر هذا يجي من أمرين، يعني أمر الأول الأمر أول شيء صرا في التسعينات، يعني على كل حال شيء صرا في التسعينات الشعب ولا خايف. نعم. الشعب ولات ما عندوش الفعل،
الشعب اللي يشوف فيه الشعب خايف، ما يشوف باغي يتكلم يخاف، الأزمة هذيك رهباتو. وثانيا الشيء اللي والأزمة الأخ فوزي، الأزمة هو عدم الفهم نتاع الأزمة أو خوف، يعني تسمى نفسي، يعني صار مرض نفسي يعاني منه المواطن الجزائري نتيجة نتاع الأزمة، بمعنى أنه هو يعني خلاص مثل ما ذاك الإنسان اللي صارت عنده لافوبي هذيك، غير قال مثلا تحرق واسمه عجلة في الطريق هكذا قال شعلت. هي على كل حال هي تسلسل. هو الشعب اصلا مش فاهم الازمه. هي الازمه ماشي الازمه من التسعينات، هي الازمه قبل الاستقلال. كانت هناك ثقافتين في الجزائر، كانت ثقافه كانوا ناس جزائريين هم كانوا اصلا مع الاستقلال فقط، هما كانت عندهم ثقافه فرنسيه، هويه فرنسيه، بصح هما جزائريين مثلنا. والصراع هذا بدا قبل الاستقلال، وبعد الاستقلال بقينا نشوفوا في الصراع هذا. والناس هذو وصلوا بالوقت، وصلوا هذو اصحاب الثقافه الفرنسيه، وصلوا وبدا الاشكال يبان. وجات الازمه تاع 92 باسكو هما اللي كانوا متحكمين، وجات الازمه تاع 92، ومن بعد الازمه خوفوا الشعب، رهبوا الشعب، قتلوا الشعب. ومن بعد واش زادوا داروا؟ زادوا حطموا المنظومه التربويه، انهم هما خدموا على الجيل اللي جاي من بعد، وما حطموا المنظومه التربويه. واحد كيما بن بوزيد جابوه سبيسيالمون باش يدير الامر هذا، حتى بن غبريط راه يتكمل في الامر هذا، كون ما تكونش بن غبريط يجيبوا واحد اخر. نعم، المشكل مش في هذا وفي هذا راهو الثقافة. الثقافه. هو الشعب ما يعرفش التاريخ تاعه، الشعب اصلا التاريخ تاعه جاهل، الشعب اصلا التاريخ تاعه جاهل. وشعبنا امي، ما نساوش بلي خرج بلاد الاستقلال الشعب تاعنا كان امي مش مثقف. والدينا كانوا يصلوا ويعرفوا يصلوا، الله اكبر، سيتو ما يعرفوش ما بقى الدين. شعبنا امي وما عرفناش التاريخ تاعنا، وبقى التاريخ تاعنا ما كتبوش، وما نعطيوناش التاريخ الاصلي. وبعد الازمه تاع التسعينات شفنا الشيء اللي صرا، ولا الشعب يخاف باسكو الشعب شاف مجازر، الشعب ولا يخاف ولا يقول لك هذا الدولة متحكمة في كل شيء. الشعب داروا له غول، بينوا له باللي هذا الدولة راهي غول، وكأنه الدولة هذه جاتنا من ليبيا ولا جاتنا من تونس. إيه، هما جزائريين مثلنا، كانوا ناس متحكمين، وكانوا ناس غلطوا وفهموا بلي راهم غلطوا، مشاو معاهم وغلطوا. المشكل لحد الآن واش راني نشوف دركا العزوف، انه الشعب ما عندوش ثقة تماما في النظام الجزائري، ما عندوش ثقة تماما في النظام، وما يشوفش في التغيير، وما كانش ما كانش حتى الأخ صدر التغيير منكم. فوزي هكذا، وي دوك انت لما تقول لي باللي النظام، انا معك، النظام هو راهو ساهم في هذه الحالة المتعفنة اللي احنا رانا وصلنا لها، راني متفق معك. تقول لي باللي فرنسا هي ساهمت في هذا الوضع المتعفن اللي احنا رانا عايشينه، انا معك، ولكن راني انا وانت مواطنين جزائريين، لماذا احنا الان مثلا رانا نتحدثوا على هذا الموضوع ورانا نحاولوا هو انه نعرفوا الاسباب نتاعو، ونحاولوا هو انه كيفاش ربما نقترحوا حلول، لكن فيه مواطنين اخرين راهم على بالهمش، راهم هما لاتين بالبرصه، او راهم لاتين بامور واحد اخرى اللي هي لا تخص الشان العام الجزائري. يعني انت دوكا ربحت البرصه ولا الريال، يرحم والديك، غير وريني واش هو الانتيري نتاعك انت، واش هو الانتيري نتاع الجزائر لما تربح البرصه ولا تربح الريال. بينما لما نتحدثوا على التغيير اللي هو يخص الاوضاع في الجزائر، نحوسه قال مثلا الوضع في الجزائر يتحسن، نحوسه هو انه الوضع في الجزائر يتطور، نحوسه هو انه قال البلاد نتاعنا تصير مزدهره، تصير متقدمه، يصير المواطن هو انه يلقى مستشفى في الجزائر يليق به يداوي فيه، ما يخرجش للخارج يروح يداوي برا، او قال مثلا مراكز تجاريه في الجزائر يروح يقضي وباسعار مقبوله، تتحسن المعيشة نتاعو وتتحسن الأخلاق في المجتمع إلى غير ذلك، ما على بالوش.
راه ولاتي بالبرصه، او ربما تروح تلقاه راه يتبع في تسجيلات او يتبع في مواضيع اللي هي لا تخدمه هو في شخصه ولا تخدم المواطن الجزائري او تخدم يعني المجتمع بصفه عامه، ولكن مع ذلك تلقاه يتفاعل معها بالسلبيه نتاعو، يتفاعل معها بطريقته الخاصه، وفي المقابل الشيء اللي هو قال مثلا يخدم ما كانش. يعني راني شفت انا مثلا ناس قال مثلا في حركه ولا في حزب، تلقى واحد راهو هو يتكلم في كلام موضوعي وكلام عقلاني وكلام اللي هو يعني كما يقولوا يقبله ربي والعبد، ولكن تلقى عدد الناس اللي يتبعوا فيه او عدد الناس اللي يتفاعلوا معاه تلقاهم يعني اقليه قليله. في المقابل تلقى واحد راهو داير شوشره، ولكن لو كنت تخدم العقل نتاعك وتسمعه تلقاه باللي كلام فارغ، كلام ما عنده لا اساس لا راس. هذه ثاني راه مواطن اللي راهو مشارك فيها، راه مواطن جزائري. مي كي نشوفو شكون هما هادو، اولا عندنا مشكل في الجزائر انه النخبه نشرت كل شيء في الجزائر، كاين اللي شراوهم وكاين اللي ما قدروش يتكلموا وكاين اللي راهم خايفين. هذا شيء واضح، هذا شيء هو اللي يقود، هو النخبه. النخبه في الجزائر فيها ثلاث انواع، كاين اللي راهو ساكت، اللي راهو ساكت، كاين اللي راهو خايف، ولا كاين اللي راهو عنده ضغوطات، وكاين اللي شراوه. وهذا الجيل هذا رانا نشوفو فيه لو يتبع في البرصة او يتبع في الرياض، هذا الجيل اصلا 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 الجيل هذا كونوه خدموه من التسعينات، من التسعينات وما يخدموا فيه الجيل هذا. شوف المنظومة التربوية بداوها من التسعينات، التغييرات بدات من التسعينات. هذا الجيل نحاولوا حب الوطن، هذا الجيل عاد ما عندوش غير على بلاده، وهذا راه واقع. الجيل كي تتكلم معاه، انت تتكلم معاه تقول له على البلاد، يقول لك تخلى البلاد. كي تقول له انت الرشوه حرام وكيفاش والرشوه، وتحكي له الامور يقول لك هذه هي البلاد. الجيل هذا سلم كل شيء، وما هذا هو الجيل اللي بغاوه، حول الهويه تاعو. هذا هو الشيء اللي راه صاير في الجزائر. هذا هو الشيء اللي في الجزائر، هما واش بازار بصوا على الهويه، نحاول الهويه تاعو. بداوها له جامد، التغييرات بدات من 90 من البوزيد وروح، التغييرات بدات من 90 وكل المنظومه اللي جات وراها. ونشوفوا من التسعينات، نشوفوا انسان اكزومبل الجامعي في التسعينات، نشوفوا جامعي في الوقت الحالي، نشوف فرق كبير في المستوى، فرق كبير في المستوى. عرفوا بلي السبب درك الحل في الجزائر، الحل في الجزائر هي النخبه، هي التوعيه. لازم النخبة هذا حرف الجزائر اللي نشوف فيه هي النخبة. النخبة هذه الناس اللي راهم خايفة. أنا ما فهمتش إنسان دركا شوية، عندي واحد الساعة كنت نتفرج فيها في الخبير، خبير بشير مصطفى، إنسان خبير عنده علم عنده ثقافة، كيف 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 أنت تخلي النظام يشريك؟ تسمى انت قادر تعيش بالمستوى تاعك، تعيش به في الجزائر، تعيش به في اي دوله من الدول. هذا انسان كيما هذا انسان وتعب تعيش الجزائر، وهذا من النخب تاع الجزائر. هذو من الناس يسمو منهم التغيير، هذو ناس ما همش يغيروا. وكاين كيما رانا نشوفوا فيهم، هذو الناس اللي عندهم دراهم، هذو اللي طلعوا دير يرموا، هذو مشركين. دونك الجزائر عايشه بالشونتاج، هذا واش راني نشوف انايا. يوصلوا ناس اللي قادرين يتحكموا فيهم، الوطنيين والناس اللي عندهم غيره ما يخليهمش يوصلوا. نعم، شكرا للاخ فوزي. نمر بارك فيك، بارك فيك، ربي يبارك فيك. الاخ جمال قلت لي العزوف بسبب النظام، النظام يجردك حتى من حق الممارسة السياسية. فمثلا في نهاية الثمانينات عند فتح المجال للجميع بطريقة متساوية أصبحت السياسة يمارسها الجميع. جمال، ربما شوف الأخ جمال في هذا النقطة بالذات، لو كان مثلا احنا عرنا في مثلا قال في التسعينات، فهمت، بحيث أنه مثلا ما كانتش موجودة هذه الانترنت. قال مثلا في وقت سابق كاينه قناه واحده او كاينه صحيفه واحده،
ومن بعد انت النظام راهو هو غالق لك المنافذ هذوك تاع التعبير، بحيث هو انك انت تتحرك. ولكن الان راه فيه احزاب، حتى اذا كان راه احزاب نقولوا مثلا ما هيش في المستوى، والان الانترنت راها صارت يعني اغلبيه نقولوا مثلا من الشعب الجزائري الان راها عندهم الانترنت. يعني انت الان مجرد التفاعل نتاعك راهو يعتبر اهتمام، فهمت؟ التعليق نتاعك راهو يعتبر اهتمام. لكن الكاين اللي راهو دوك مثلا هو حتى هذه التعليقات نتاعو سلبيه، فهمت؟ ما راهوش هو كيما نقولوا يساهم في هذاك الفعل السياسي. كاينين الناس اللي هما راهم مبعوثين، هذه نعرفوها احنا، راهم هما ماذا بهم على جال باش الشعب الجزائري هو انه والله المواطن الجزائري بصفه عامه ما يتحركش، ما ينشطش، ما يهتمش هو بالراي العام، لانه الاهتمام نتاعو بالراي العام، الاهتمام نتاعو بالشان العام، الاهتمام نتاعو بالسياسه، راهو رايح هو انه يمنحهم، لخاطر هذا الناس هذو باش راهم مستمرين بالسكوت نتاع الاغلبيه، الصمت نتاع الاغلبيه، مستمرين هذا الناس اللي راهم يفسدوا، هذا الناس اللي راهم صاروا دركم جهارا نهارا ينشروا في الفساد، هذا الناس اللي راهم صاروا جهارا نهارا منهم اللي راهو يعني كيما نقولوا يعمل على تقسيم البلاد، والناس حابسه ما على بالهاش. لما تتكلم انت ونتكلم انا هذا الناس يرتدعوا، فهمت؟ لما يتكلم انت يا ويتكلم الاخر ويتكلم الاخر ويتكلم الاخر، هذا الناس يرتدعوا، هذا الناس يتوقفوا، او على الاقل نحبسوهم مثل النزيف هذاك اللي راهو هو راهو مستمر. مادام انت راك ما على بالكش، مادام انت راك ماكش مهتم، مادام انت راك جمون فوتيست كيما يقولوا، هذا الناس راهم مستمرين في كل المجالات، في الإعلام، في السياسة، في الثقافة، في العمل، في السياحة، في الدعوة، في كل المجالات. مادام كنت ما راكش ديرونجي فيهم، هذا الناس راهم مستمرين، تأكد. ولكن بمجرد هو أنه يكون هناك وعي، بمجرد هو أنه الناس تتحرك، هذا الناس إذا كان هم ما ممتنعوش على الأقل يعني نقصوا، فهمت؟ نقصوا من هذا الشيء اللي راهو موجود في الجزائر. فهمتني الأخ الكريم؟ للأسف الشديد كان المهم، نشوفوا ترى هذا شوفوا ترى الأخ محمد هذا بالك لعود يساهم معنا. أخ محمد نهار السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا السلام، أهلا بك الأخ. أنا كنت نسمع فيكم ونسمع في الآراء تاع المشاهدين وفي الحق، الله يبارك، الله يبارك، الناس تخمم بها تمد الامل، والله انا تعطي الامل كي تسمع الناس هكا تحكي بهذيك العقليه هذيك تاع يوديات لي سبوار. مازال كاين الامل، مازال كاين الامل. ويات لي سبوار شكون اللي كان يقول الجزائر اللي كانت احتلتها فرنسا 132 عام، اللي كانت فيها العربيه انتيردي، واللي كانت فيها الصوالح انتيردي، ومده الاستقلال، ولا الاذان اذن في الشوارع وبرا، غير من هذاك المثال هذاك صافي يدير يعطينا امل، يعطينا امل لي توعيه الشباب، لي توعيه الليجان، لي توعيه صافي دير الناس ما تخدمش على محاربة النظام ولا محاربة السلطة، باسكو أنا يا مون افي سا صار يعني، باسكو سي ترو كومبليكي. يفو اللي قنوضوا جينيراسيون واعية، اللي قنوضوا جينيراسيون كيما تاع بكري، جينيراسيون وطنية. أخ محمد، أخ محمد، إذا عندك إذا عندك سماعات تعمل مربي بارك فيك. باش ما يتعاودش الصوت، باش ما يتعاودش الصوت فقط. استعمل لي كوتر، عندك استعمل لي كوتر.
فوالاك تسمع فيا هكا الان اسمع فيك احسن اتفضل. ايوا ها قلت لك اللي النخبه المثقفه والنخبه هذه اللي تستثمر في الشباب اللي تستثمر في الشباب باسكو الحل الوحيد هو الشباب. لق الناس توعي شباب توعيهم غير بالعقل توعيهم غير بالتي هي احسن وتدي وقت تدي وقت صافي دير ماهيش قضيه عام ولا عامين ولا سي كيما يقول لك انفستيسمون لونغ دوري صافي دير خدمه 10 سنين 15 عام كيما الناس خدمه بتحطم هذا الشعب معنويا وتحطمها فكريا لق هذا النخبه تنوض بهذه الفكره وبهذا المشروع هذا تاع تخدم اللي طلع جيل طلع ماغري رغم انها ماهيش في السلطه وماهيش في ماهيش في صافي دير في الدوله بتعمل مي قادر الحمد لله هذوك راهم كاينين لي ريزو سوسيو غير من لي ريزو سوسيو كل واحد كيما نتايا هاكا يدير لايف ويهدر ويخاطب الناس ويفهمهم ويعطيهم امل يعطيهم امل صافي دير ماشي اوبليجي به هو يدير ولا يشوف في ولاده ما مش متزوج ما عندوش دراري ما عندوش امراه معليش غدوه ربي يرزقك بامراه وتتزوج وتجيب دراري استثمر في ولادك سي تربي ولادك على عقليه جديده على عقليه باسكو ما تقولش نعتمدوا على الدوله صافي الدوله كما يقول لك طافحه الكاين ما عندك واحد كي ولا استغفر الله يا ربي كادر يحكم فينا كادر داير له ديكارت كور كادر حاطينه وناس صفك مهزله ماشي مهزله خفيفه عليها شوف رانا مستعمرين من طرف مجهول بكل بساطه في هذه النقطه بالذات الاخ محمد في هذه النقطه بالذات انت قلت لي انت انه كادر راهو يحكم فينا ولكن وين راها الاغلبيه وين راها لماذا لا تتحرك هذه الاغلبيه اللي راها الان هي تشوف راه من الناس كامل على بالهم باللي راهو مش بوتفليقه اللي راهو يحكم ولكن شوف هو الاغلبيه راها ممتنعه راها ما كانش دوك مثلا قال يجيو ناس مثلا يفكروا على جل مثلا قال مرشح الانتخابات الرئاسيه يقول لك اخويا والله الناس كامل كيف يا عبدي صايم بلاد هذه وا يا راعت البلاد هذه والخطاب هذا راه ماشي فهمت خطاب هذا راه موجود خطاب يعني كيما نقولوا نتاع الياس خطاب تاع مليء بالإحباط راه موجود ومستشري حتى عند الطبقة السياسية يعني ذوك انت راهم كاينين الناس اللي هو ذوك راه يفكر يقول لك أخويا هذا راه زعما يعارض دار حزب سياسي يقول لك والله العظيم أنا غير مذهبية يحكمها بوتفليقة ومن ما نديروش انتخابات ما قريوا على بالو به باللي راه ميت يقول لك والله خلي عليها يحكمها هو شوف انا على حسب رايي اي واحد يؤيد بوتفليقه ولا يقول انا مع بوتفليقه ولا شخص بوتفليقه لو كان بوتفليقه جاب صحته وواعي ويخرج ويتكلم قادرين نقولوا باللي يا ودي هذاك رايه كيما هكا وفوالا نحترموا رايه مالغري راه في العهده الرابعه ولا الخامسه ولا السادسه هذاك الانسان يشوف باللي ذا الانسان صالح بصح درو كي ناس نقول سبحان الله كاين رب في الدنيا كاين رب في هذا سبحان الله انسان ماشي عاجز ما نبغيش نتعدى على شخصيه راه في حاله كارثيه في حاله كارثيه دروك الانسان اللي دعم بوتفليقه بالنسبه لي انايا مصلحه وخلاص ما كاينش حاجه اخرى الى ان انتري عنده انا تبالي باللي دروك الجزائر رجع الطارطه تاع غاطو وكل واحد راه يضرب على الانتري تاعو انا غدوه كون جا عندي حزب انايا حزب ومانيش وطني تاع بصح مانيش وطني تاع بصح دروك انايا نشوف راني في وسط العش الى انا نحس باللي هي ان ريسك ومنه وغادي نجيبها في روحي في فاميلتي نجبد بيا بالحزب تاعي واذا نحس باللي ما عنديش ريسك وراني في الدوله فوالا كيما يقول لك العدل والمساواه وما كانش خوف نخرج قال لي سبحان الله روح ربي عرياني كسيك الانسان راه عاجز بصح حنا عارفين باللي يهودي ماشي انسان يحكم يا ان سيستم يحكم والسيستم هذا كيما يقول لك قطع كاع الرسان الكبار بقى هو الراس التالي ايوا هو كمل على روحه ايوا دروك الجماعه اللي كانت دايره بيه على بالي على حساب لي انا الجماعه اللي كدور علي راهي مستوليه دروك حنا ماناش كونتر هاد الجماعه ولا حنا يخدموا البلاد سيدي دروك كيما سعيد بسعيد بوتفليقه سعيد بوتفليقه على ما يخرج الناس وقال فوالا ايا غادي انا نترشح اوما غدوه نحسبوا انسان بصح ما جايش نحسبوا كادر ما جايش نحسبوا انسان اللي راه غايب يخرج لنا واحد من الفاسدين اللي راه تاك على شقاه وباغي يخدمها يقول انايا باين ترشح اسيدي كيما سعيد كيما نيمبورتو كي وي برون سي ريسبونسابيلتي وي لاسوم ويخدم على حساب طاكتو مهما تخون مهما بتخون شبا تخون نتايا راه مخونو دي مليار راه شاريين كاع لا كوت دازور راه انفستين بارتو في لو موند انتي في سود افريك في الارجنتين في
زاي وين راك رايح؟ حتى الخيانو كيما يقول لك عند هذه ليميت اخرج لنا يخرج لنا واحد فوالا بوجو صحيح قال انا هو يا سيدي وعلى بالنا باللي ما كان فوت ما والو يديها حنا ما نحوسوا لا على فوضى لا والو انا واحد من الناس ما نحوس على والو نحوس غير هكا واحد او ما يشوف بلادو في امان باسكو رانا نشوفوا اي ثوره دروك راهي تتانفيلترا رانا شفناها كاع في الدول اللي صرات فيها ثوره راهي انفيلتري حتى تاع فرنسا اللي جيلي جون هذوك اللي صار في فرنسا وتانفيلترات كما يقول لك ماناش متساويين في القوه باه نعافروهم راهم في السيستم دو بي دي صاني وعندهم حلول عندهم حلول يخرج لنا غير واحد منهم يبرون سي ريسبونسابيلتي اي لاسوم غدوه اوموان حسبوا نحسبوا فلان غدوه اوموان ترسل برقيه ترسلها لفلان اللي يقول لك انا رسلت برقيه السيد الراسي السيد الرئيس انا اللي رسلت برقيه يجي على نفسه ولا يجي على الناس صاي خلاص رانا نشوفوا يجينا واحد شقابنك في كلامي اسكو صح ولا لا باسكو راني عارفين باللي ما تبدلش في 24 ساعه الناس اللي راهي حاسبه تبدل في 24 ساعه ولا في شهر هذا شيء غير شيء مش منطقي ماهوش منطقي وثاني حتى واحد كل اللي راه مع بوتفليقه ولا ضد بوتفليقه حتى واحد ما راه باغي ثوره ولا حاجه باسكو راني عارفين باللي ثوره تجيب الخراب ديجا باه دير ثوره اللي يكون عندك شعب مثقف شعب واعي شعب اللي فريمون تتكل عليه تاع بصح هاد بصح هذا كيما قلت انت شعب تاع الريال والبرسا يدير لك ثوره يتافيتر ماشي في 24 ساعه في 2 سكوند دروك فين الواحد يشوف في حاله ما درنا هذه شاهو النتائج وفي حاله ما درنا هذه شاهو النتائج واحد كيما يقول لك ما يروحش بالعواطف وما يروحش باسكو فوالا لي بوري دينيرجي لا اونفي دير كلكو شوز الواحد فين اللي يكون منطقي سبحان الله دي بلادو و وسيرت يا دي زيمي كاين ناس راهي طالعه في ديك البلاد باسكو فيها خيرات كبيره وفي هذيك وعلى بالنا باللي اللي راهم تماك راهم بايعين 70% ولا 80% منها على بالنا بصح ماناش باغيين نروحوا بعيد انا في بالي يخرج لنا واحد من هذوك يا سيدي وكما يقول لك يتحمل المسؤوليه ويولي رئيس وما غدوه عندنا مع من نهضروا غدوه عندنا من نحاسبوا غدوه قال فلان ولا فلتان غدوه وما يدخل للتاريخ فوالا قال نتايا تال دات كنت بريزيدون سوا درتها مليحه ولا ما درتهاش مليحه بصح درك انكون يحكم فينا دروك انا نشوف بلينا مستعمرين من طرف مجهول انكون شكون سبحان الله ما تقوليش كادر يحكم في بلادكم نعم شكرا للاخ محمد نمر للاخوه الاخرين نشوفوا ترى الاخ ارزقي للاسف الشديد الاخ ارزقي عندك مشكله في الهاتف نتاعك نعاود نعطيك فرصه للاخ اللي دخلته قبيل هذاك اللي ترمز الاسم نتاعك بالنيرو المهم اذا كان في اخوه يحبوا يديروا مداخلات اللي تعلق بالموضوع تاعنا اليوم اخ اللي ترمز الاسم نتاعك بارزقي للاسف الشديد راهو عندك خلل في الهاتف نتاعك كاين مانع المهم رايي باش ما يجيو اخوه هكذا يشاركونا بالاراء تاعهم أصبر شوف ترانزيد ونعود ونعطيه الفرصة للأسف الشديد الأخ اللي ترمز للإسم تاعك بابلو راهو عندك مانع قبل دخلته الآن هو عندك مانع كنت كي الأخ أرزقي هذاك الأسباب هي متعددة فيما يتعلق بالعزوف في الجزائر سواء تعلق الأمر بالعزوف يعني عن السياسة أو العزوف عن نشأ العام دركا للاسف الشديد هو انه كاين هناك تاركه نتاع يعني احتلال وتاركه نتاع الماساه نتاع هذه الانقلابات دركا صار الانسان اللي هو قال مثلا يدير سياسه واش يجيب لك في الجزائر واش يجيب لك سياسه في الجزائر يجيب لك مشاكل يجيب لك العداوات مع الناس لانك لما انت تتحدث عن السياسه راح تتحدث عن الفساد ولما تتحدث عن الفساد راك رايح انت تحرج ناس اللي راهم درك هما يتقوتوا من هذاك الفساد بالتالي انت راك رايح انت في مواجهه درك انا مثلا قال انا العبد الضعيف راني درك مثلا درت طلب على جل باش انا ناخذ جواز سفر تاعي ما ناخذوش انا جزائري واش راني ندير راني ندعي للثوره راني ندعي للحرب راني ندعي للفساد في الجزائر
دوك المواطن الجزائري راه يشوف وراه يتبع، لما يشوف يقول لك شوف سبحان الله هذاك راه دوك ما عندوش جو السفر، معناتها باللي لو كان غدوه انا رايح نتكلم معناتها باللي راه رايحين ما يعطيوليش جو السفر، او قال مثلا واحد راه دخل السجن، او مثلا واحد مات، هو راه يشوف يقول لك اذا انا لما راني رايح نتكلم انا او رايح نناضل انا راه رايح يصرى لي كيما ذاك. كاينين الناس اللي راهم ضيعوا الاسر تاعهم، كاين الناس اللي ماتوا، كاين الناس اللي راهم ضاعت الارزاق نتاعهم، ضاعت الاملاك نتاعهم، وصارت لهم مشاكل كثيره. وبالتالي درك هذاك المواطن هو لما يشوف خطر ما رانيش في لاسويس، ما رانيش في دوله قال مثلا ديمقراطيه، وين انه قال مثلا راهو كاين تنافس وراهو قال مثلا كاين تكافؤ نتاع فرص. بالتالي درك هذاك المواطن هو لما هو يجي يشارك بالراي نتاعو او بالنشاط نتاعو راهو رايح قال مثلا يلقى هو المكان نتاعو، بالاضافه الى انه النضال داخل الاحزاب، داخل الاحزاب ماهوش نضال شريف للاسف الشديد. تروح تلقى مثلا واحد مثلا يناضل لمده سنوات، قال 5-10 سنين ما يترشحش حتى عضو في البلديه، ماشي في البرلمان وماشي في الرئاسه، عضو في البلديه. وربما يجي واحد هو بالشكاره لانه رئيس الحزب، والله قال مثلا المسؤول عن الحزب في الولايه المعينه الفلانيه او البلديه الفلانيه، قال بحكم هو انه راه عنده شكاره هذا انا راني رايح نحقق معاه مصلحه، وبالتالي هو يديره على راس القائمه. درك هذاك المناضل اللي راهو في هذاك الحزب ربما راه عنده قال مثلا افكار، او راه مناضل فعلا يؤمن بقضيه، لما هو يشوف الوضع كيما هذاك هو راه راح ينسحب. شوفوا مثلا فقط في جبهة التحرير كاين الناس اللي هو طول حياته، طول حياته ما ترشحش، هو مناضل داخل حزب جبهة التحرير، جبهة التحرير اعطيناك عادة، هو في قرارة نفسه راه يشوف باللي جبهة التحرير هذه ساهمت في تحرير الجزائر، وراه مؤمن هو بالوطن، وراه يشوف باللي الحزب هذا راه تسمى داخل في اطار تاع الوفاء للشهداء، وراه يناضل كيما يقولوا قلبه رب، بلك ربما توري له الاعلام يبكي، فهمت؟ ولكن في الطريق الخطا يمشي مع عصابات، فهمت؟ حاملين هما هذاك اللواء نتاع الوطن، ولكن هما راهم يضروا في الوطن. وزيد يعني زيد فصل في الامر هذا، إذن فيه ناس اللي هما ساهموا في هذا العزوف، العزوف هذا ما جاش هذا طاح من السماء، يعني دوك انت كيما قلت قبيل انا للاخ، تروح انت تلقى مثلا في بلديه واحد يترشح يروح العرش الفلاني، مثل ما راكم تعرفوا باللي راه فيه العروشيه خاصه ما تعلق الامر بالانتخابات البلديه، يروح العرش الفلاني، عرش الفلاني ضد العرش الفلاني، هذاك العرش راهم مرشح واحد لانه ابن العرش ضد ابن عرش الفلاني، راه متنافسين على جل شكون هو اللي هو يفوز بالمقعد نتاع البلديه هذاك، لانه عارفين باللي البلديه هذيك فيها قال مثلا مشاريع فيها كذا. من بعد هذاك التنافس هذاك بيناتهم يوصل هو انه قال مثلا الناس يروحوا لعرش اخر، العرش هذاك راه مثلا ما عندهمش مرشح، يصيروا هما يوعدوهم، قال اودي والله لو كان نوصل البلديه والله ندير لكم طريق، والله ندير لكم الغاز، والله ندير لكم الهاتف، والله ندير لكم كذا 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 كذا، يعدهم. درك هما هذوك ابناء العرش هذاك هما محتومين، محتومين راه قال مثلا يمس حقين طريق ولا مدرسه او مرفق كذا، يجي لهم هو ياكلهم بالهضره، او كاين الناس حتى اللي يرشيو يقدموا رشاوي، فيما بعد لما يوصل للبلديه ما يقدرش يحقق. لماذا؟ لانه مرات الوعود هذيك تلقى واحد راه مثلا هو ماوش قدها، البلديه هي راه تفتقد لثروات،
ما عندوش هو باش يمول المشروع، يوعد الناس قال انا ندير لك الطريق، لكن غدوه باش هو يجي يدير الطريق، الطريق هذاك لازم له الدراسه التقنيه، لازم له واسمه بيجي، فهمت؟ قال من عند الولايه، ومن بعد فيه مداولات الى غير ذلك. هو فيما بعد يعجز، ما يقدرش هو يحقق هذاك المطلب، لكن المواطن هذاك اللي هو وعده ما يحبش يفهم، تراك جيت قطعت لنفسك وعد امام الناس في جامع والله في مقهى والله في عرس والله في مكان ما، وراك ما حققتش الوعد نتاعك هذاك. المواطن هذاك فيما بعد لما تجي انتخابات واحده اخرى يزيد يجي هو واحد اخر يزيد يوعدهم نفس الشيء. من بعد هذاك التراكم هذاك نتاع الوعود يعني الكاذبه راهو راح يؤدي باللي هذوك الناس هذوك تاع اهل المنطقه فيما بعد غدوه انت تروح ليه يقول لك انا ما انتخبش خلاص، ما ننتخب ولا على بالي باع، لانه هو راهو يشوف البلاد يشوف فيها على مستواه. لا هذاك رئيس البلديه راه عنده ثقافه عامه نتاع رئيس البلديه، ولا المواطن هو راه عنده هذيك الثقافه كيفاش الامور راها تمشي، بالاضافه الى خلف الوعود والكذب والطبلعيط والرشاوي وكذا يصيروا في اثنين راه مساهمين في هذا الوضع. هذا الوضع هذا ما نزلش علينا من السماء، فيه اسباب متعدده نتاع العزوف. نفس الشيء الاخ الكريم هذاك اللي ترمز الاسم تاعك ب بابلو، نفس الشيء راه عندك خلل ومانع في الهاتف نتاعك. اذن هذه هي المساله، العزوف هذا ما طاحش من السماء. تشوف انت دوك يرحم والديك قناه فضائيه تستضيف في ناس معينين، ونفس الاشخاص راهم يدوروا من قناه لقناه بما فيها هذه القنوات التي تدعي المعارضة. لماذا؟ لأنه هما عندهم خط حابين هما يفرضوه. فيما بعد هذاك المواطن راهو يتبع، هذاك المشاهد راهو يتبع 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 يتبع، من بعد يقول لك يا خويا نفس الخطاب نفس الوجوه نفس القناعات، بالتالي هو يغلق القناة هذيك ويروح يروح يشوف قناة واحدة أخرى. وفيما بعد اذا كان يلقى نفس القنوات اللي هي راها قال مثلا تدعي الحفاظ على الوسمو كما نقولوا المصالح العامه نتاع البلاد وتدعي الوطنيه وتدعي كذا، من بعد هو يشوف في نفس الخطاب نفس السلوك نفس الممارسات، هذاك المواطن فيما بعد هو راهو رايح يعزف عن المتابعه نتاع القنوات الفضائيه. وراكم تشوفوا الان راه الاغلبيه دوك الان راه تتبع في هذه المواقع. لماذا؟ لأنها تلقى فيها كلمة حرة، تلقى فيها حرية نتاع مبادرة، فهمت؟ قال لك مثلا واحد يقدر يفتح صفحة ويدير مبادرة، أي مبادرة يقدر هو ينشأ صفحة ويدير أي مبادرة ويصير ينشط ويصير عنده أصدقاء ويصير كذا بعد ما كان هو معزول. إذا ما كانش هذاك الهامش نتاع التحرك، كاين هناك عوامل كثيرة اللي هي راها مساهمة في هذا العزوف هذا. مثلا أحزاب سياسية تلقى مثلا كاين أشخاص، حتى لا أقول شخصيات، راه هو على رأس الحزب منذ النشأة نتاع الحزب هذاك. صحيح دوك مثلا مرات تلقى مثلا رئيس حزب هو راه مؤمن بأفكار وراه هو صاحب الفكرة او صاحب المشروع، يقدر يصير راه هو صاحب المشروع ولا صاحب الفكره. فيما بعد راه ملتفوا معاك ناس، درك انت من حقك قال انت راك انشات الحزب هذاك والله هذيك الحركه على جل باش انت تحقق اهداف معينه، من حقك قال مثلا انت نظرا للاختراق ونظرا لانه كاين ناس اللي هما يدخلوا يحوسوا ايضا يستفادوا من هذاك الحزب، يعني غير مؤمنين بالمشروع هذاك او غير مأمونين بالافكار نتاع هذاك الحزب ولا نتاع الحركه هذه. صحيح هذه موجوده، ولكن على 5 سنين 10 سنين 15 سنه 20 سنه، من بعد انت دركا بوتفليقه اللي هو راهو
مهما كان الامر، فهمت؟ والله الناس اللي راهم دايرين به، هو ثاني راهو جاء للرئاسه ثاني كيف كيف، يقول لك مشروع. انت راك رئيس الحزب، راك تسعى من اجل تجسيد المشروع نتاعك، ما لحقتش ليه. هو نفس الشيء راهو ثاني كيف كيف، جماعه تشوفوا فيهم راهم يقولوا برنامج نتاع فخامه الرئيس، فهمت؟ راهم ثاني ايضا يقول لك على 30 على 40 سنه وكذا، ونبقاو احنا هكذا في هذا الاطار. المفترض هو انه يكون فيه تداول، تكون فيه دماء جديده. وراه المشكل انت دوك مثلا قال راك في بلديه درت مثلا مخطط نتاع مشروع، المشروع هذاك راهو اكثر من عهده، انت ما حققتش ولا ما جسدتش هذيك الفكره ولا هذاك المشروع، يجيو ناس من بعدك يكملوها. ونغرسوا احنا هذيك الثقافه نتاع الاستمراريه نتاع المشاريع، فهمت؟ ورا المشكل انا درت مشروع ما كملتوش، وجا واحد راهو احسن مني والله، اتيحت له الفرصه والله، عنده امكانيات احسن مني، ومن بعد هو راهو راح يكمل في هذيك القضيه، ومن بعد القضيه هذيك راهو راح يستفاد منها صالح العام، كملها. لكن لما تكون انت يا راك توليت انت حجره، وليت انت ثم فيما بعد الامور ما تمشيش. دوك يجي واحد من بعد قال مثلا جابوا مدين راهو كان عنده مثلا افكار وعنده مشاريع، فهمت؟ وواحد راهو كان يسعى مثلا في وقت بومدين والله باش هو يوصل للسلطه، ما لحقش، جا من وراه. واش راه رايح يدير؟ رايح يدير قطيعه مع الممارسات، مع السلوك، مع المشاريع، مع الاهداف، وهلو ما جرى. ومن بعد واش راه راح يدير؟ رايح يدير هو السياسه نتاعو، يزيد يجي لي من بعده نفس الشيء، ونصيرو كيما يقولوا كلما جاءت امه لعنت اختها. وهذا السلوك هذا ما يخدم لا الصالح العام ولا يخدم حتى الاشخاص، ما يخدمهمش. ومن بعد فيما بعد تتعطل البلاد. إذن هذه الأشياء هذه كلها راها مساهمة في هذا الوضع المتردي، هذا الوضع اللي احنا رانا عايشينه. كاين الناس اللي راهم في الإدارة راهم مساهمين هما بالتصرفات نتاعهم والسلوك نتاعهم في دفع المواطن على جال باش هو لا يعبأ بالشأن العام. في سياسيين نفس الشيء، في إعلاميين نفس الشيء. تلما كما قلت أنا قبيل قناة فضائية تستضيف في نفس الأشخاص، من بعد أنت تروح لواحد خبير والله اسمه يقول لك أنا قناة هذيك ما عندها لا مصداقية ولا عندها خط واضح ولا كذا، تعيط له تقول له أنت أروح تشارك في برنامج، والله يقول لك ما نجيش. شوف درك مثلا درك قنوات محترفة، روح قال مثلا قنوات محترفة، قال مثلا بي بي سي أو ما على باليش أنا، قناه واحده اخرى مش بالضروره نعدوا الاسماء، راها عندها قال مثلا مشروع، راها قال مثلا دير برامج، تشوف باللي ما همش نفس الاشخاص. صحيح هو قال مثلا محلل في قضيه معينه كذا، راهو خدام شهر عنده المنحه نتاعو، عنده الشهريه نتاعو، عنده الاجره نتاعو، راهو هو يحلل في هذيك القناه الفضائيه سواء تعلق الامر بالسياسه ولا بالرياضه او بالاقتصاد او باي موضوع واحد اخر، هو راهو خدام. ولكن في المقابل راهم كاين برامج واحده اخرى تاع مشاركه، وان انه راهم يفسحوا المجال للمشاركه تاع الناس وتشاركوا الى غير ذلك. لكن فيه قنوات نفس الاشخاص حتى الى درجه وان انه يصيروا يستعيروا فيه في الوسمو في الناس هذوك اللي يشاركوا. قال واشي قناة المغاربية شكون اللي يهضر ثم، او فلان او ساكن ثم جاي ثم داير الزورة وقاعد. ومن بعد قال واشي او قدامه قناة الحوار ثم، واشي اليوم تاع الصحافة نجيب لكم واحد هيا، او عندنا واحد هيا ريزيرف، ويقعدوا حتى يسلفوا في نفس الوجوه ونفس الامر. قال الشروق والنهار وبور تي في وما على باليش انا وهلم جرى نفس الوجوه بهذيك العقليه. المواطن هو فيما بعد ما راهوش رايح يتفاعل وما راهوش رايح يشارك،
ويساهموا في هذا الوضع هذا اللي احنا رانا عايشين فيه. شوفوا ترى بالك المرة هذه تفوت، راني دخلتك الأخ اللي ترمز الاسم تاعك. أهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك. السلام عليكم. ومن راك تكلم فينا؟ من الجزائر. من الجزائر. محمد. الاسم من الجزائر. تاعك؟ محمد. محمد، مرحبا بك الأخ محمد، تفضل. الله يسلمك الأخ نوردين. أخ نوردين، يعني طرحته كما نقول احنا يا سؤال في صميم، وانا اذا يعني نعتبره هو مربط الفرس باش الجزائري. ولكن قبل هذا اسمع فيها الاخ نوردين. نعم انا اسمع فيك، ولكن راه كاين ضعف في الخط ساعه للاسف انا عندك ليكوتور الاخ محمد، استعمل ليكوتور. راني بهم استعمل. تفضل. أنا قبل برك من عود نولي على الجواب تاع السؤال نتاعك اللي هو عزوف الشباب في السياسة وفي الشأن العام ككل، أنا حبيت نعطي برك الإطار الزمني اللي لازم نعود نولو ليه، اللي هو بداية التسعينات. لماذا بداية التسعينات؟ أنا نعتبر أن ما قبل التسعينات ما كانتش فيه ممارسة للشأن العام بصفة مباشرة، هذا إذا ما خدينا آلية التصويت في الانتخابات هي صورة من صور المشاركة السياسية. راك معايا الأخ نوردين؟ نعم. هذه هي سمى الحاجة الأولى، نعرفوا نحطوا الإطار الزمني. أما من حيث السبب أو الأسباب، أنا في نظري نحط فيها زوج، هي انعدام الثقة وثنائية الترهيب والترغيب. فيما يخص انعدام الثقة، التجارب السياسية اللي طبعت المسار الخاص بالنظام السياسي الجزائري أثبتت للمواطن، وأنا أتكلم تانيك من التسعينات وروح، أن مشاركته ما راح تقدم ولا تأخر. هذه هي. سمع واش فهمت من خلال الكلام تاعك الاخ محمد، هو انه تفضل سمى الاراده نتاع المواطن غير محترمه. غير محترمه، هذا هو اللي ولد انعدام الثقه. الادهى والامر الاخ نوردين، الادهى والامر ان النظام السياسي استثمر حتى في هذا القاطعه بين قوسين اللي هي العزوف، وادرك يعني بما لا يدع للشك كما نقول لك حنا، ان بقاء ديمومته هي تكريس لهذه الحاله انعدام الثقه. ومن الشاهد ثاني كهنايا في الترهيب، في ثنائيه الترهيب والترغيب، يرهب، وهذه هي الطامه الكبرى، لان الخوف هو كيسد هذاك اللي يقف في وجه طموح الشعوب، ما يخليكش يعني تنال يعني المراد نتاعك من حريات من ثم السياسه من هذه تخدم النظام. النظام دائب بشكل مستمر على خلق هذه الحاله ديال هذه، خالقها يعمل على انشائها. هذه هي اللغه، هذه حالة الانعدام الثقة. وقلت لك أيضا ثنائية الترهيب والترغيب، هذه الترهيب فهمناه اللي هو الخوف، وربما التجارب ديال اللغة تاع العشرية السوداء شفناها رسخت في نفسية الفرد الجزائري، ونقولوها نوع من الكبح. قال يا ودي أنا ما نقدر. لماذا؟ لأن الذاكرة الجمعية تاع الشعب هي عاشت الأغلبية، وما هيش غير شهادة أولى، فئات كامل عاشت تجربة مرة مروعة فيها ضحايا وفيها أنا القاسي والداني الكل يعلم بها. الترغيب في المقابل، وهنا هذه آلية جديدة، مقاربة جديدة، نمط وأسلوب جديد يعتمد النظام، أنه يشري ذمم ويعمل على إنتاج وتفريخ ما يعرف بين قوسين شبه مثقفين.
واخوان مثقفين هما مادام جعلهم النظام، سواء كانوا في احزاب ولا تنظيمات المجتمع المدني ولا وين كانوا، يحاول يعطوا نوع من الشرعيه بين قوسين صوريه تهنيك لهذا النظام. هذه هي المشكله، العزوف هذه هي المشكله. والحل انا الحل هي كمان هنايا في النخبه. احنا تكلمت حول اشباه المثقفين، هذوك احنا ما نتكلموش عليهم، احنا نتكلموا عن النخب كامثالكم. النخب اليوم راهي منقسمه بين وحده، يعني راهي كما يقول لك على حالها، ما هيش حابه تدخل يعني اصلا في السياسه هذه، وما مش حابه تاخذ الانيشيتيف في المبادره. وكاين اللي لا كاين، انا نحب نفسرها بواحد المثال صغير. نقول ان النخبه اليوم اللي عندها القدره على التغيير راهي تتحجج بصمت الذنب او صمت البراءه، وهي في الحقيقه مطالبه باش هي تاخذ المبادره وتنزل. احنا شفنا نماذج من يعني حركه مواطنه كمبادره في يعني في جوهرها. احنا هذا ما نريده، ان المثقف ينزل من خلف المكاتب اللي يريح فيها ويهبط للشارع. حتى هذه هي دور المثقف الحقيقي. للاسف الشديد خرج الاخ هذا محمد. المهم اخ عمار تحوس تطلع ولا عمار نطلعك معايا. الاخ نصر الدين وعليكم السلام. الاخ محمد الاخ نصر الدين كاين هاد الانواع اللي راك تحكي عليهم انت، تو الناس اللي يشريوا المناصب نتاعهم هذي كاينين موجودين. شوفوا ترى هذا صغير، اتمنى هو انه المره هذه تفوت، المره هذه المفترض هو انه تفوت. طيب في الشبكة صحيح. أصبر الأخ يوسف نشوفه مع الأخ أرزقي هذا ومن بعد أخ أرزقي. مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. منين راك تكلم فينا الأخ أرزقي؟ من الليل. مرحبا بك الأخ أرزقي. اسمح لي ندير استعمل الكتمان هذوك احسن باش يكون الصوت واضح ما يتعوجش. تفضل الاخ ارزقي في الموضوع تاع اليوم المتعلق بالعزوف نتاع المواطن عن السياسه في الجزائر وعن الشان العام. داكور اسمح لي كي درت الكتمان. نعم اسمع فيك تفضل. داكور دونك اولا على العزوف السياسي وكلش الناس كي شغل ولات ما تأمنش، ما كانش مصداقية، ما كانش شغل، ما كانش مصداقية. الناس ديما نفس الوجوه في السياسة في الساحة السياسية. دونك تفوطي ولا ما تفوطيش يقول لك ما كانش كيف ما كانش يوغا با شونجمون. دونك ما عندهمش ثقة، الناس ولات ما تثقش في الاخر، في السياسيين ولا في السياسه كومبليتوم. دونك ما كانش الثقه والسياسه والمصداقيه كما قلت انت قبيله. والحل هذا لازم يكون كيف نقول، لازم يكون شونجمون على في الاخر في الدستور، لازم يعدلوا الدستور، يكون تعديل كل ما عنده حتى معنى. الأخ رزقي
شوف نقول لك القضيه ما هيش قضيه نتاع الدستور، خطر عليها لو كان جات راه القضيه نتاع الدستور. نعطيك كمثال، هام مثلا في تونس راهم قالوا باللي درنا ثوره، وهام داروا دستور توافقي سوا ديزون القضيه. للاسف الشديد خرج الاخ رزقي، المهم تقدر تعاود ترجع الاخ رزقي، نعاود ندخلك الاخ، الاخ اللي ترمز الاسم نتاعك ببابلو يبدو هو انه راه ولا عندك الاخ رزقي. للاسف الشديد راك خرجت، مانيش عارف واش عندك. شوفوا ترى مع الاخ هذا، ايه ايه ماشي قضيه نتاع الدستور. لو كان جات قضيه نتاع الدستور عام داروا الدستور درك مثلا في وش اسمه في تونس، يا هل طرح له الاشي، يا وهي فرنسا، هاي فرنسا، فرنسا فيها دستور ولا فيهاش دستور؟ ياك تشوف الناس راه تحتج، لانه القضيه لا تتعلق بالدستور. الاخ مهدي مرحبا بك. السلام عليكم اخي نور الدين. وعليكم السلام، ربي يبارك فيك. من اشتراكم لاباس من الجزائر. مرحبا بك الاخ مهدي. يبارك فيك، الله يهنيك. والله الاخ نور الدين انا نشكرك يعني على كل نقدر نقولوا الحصص اللي تبث فيها وليست الاسئله. ربي يبارك فيك. ومتمنين انه ان شاء الله تكون اناس اكفاء نخزروا فيهم نشوفوا فيهم الامل كما نشوف فيك انت. يا ربي يحفظك. راهو صدقني البلاد ناقصه وناس ياسر بالتفكير تاعك انت. ولينا نشوفوا الواجهه الاعلاميه تاعنا واجهه مشتته في جميع المجالات، ما نقدروش نخزروا باصيص امل في الجزائر. اصبح الشاب الجزائري هدفه الوحيد والرقم واحد هو الهجره من البلاد. علاه الهجره من البلاد؟ لان ما لقيناش اللي يعطينا الامل باللي راهو كاين، مازالت بلاد بخير. كرهت الناس، حتى اللي كرهنا الناس وخلونا نكرهوا، مش نكرهوا البلاد، بلاد جامي نكرهوها، احنا نكرهوا اناس. نعم فهمني يا من ردي. الواجهه الاعلاميه ما كانش واجهه اعلاميه في البلاد، الواجهه الاعلاميه كلها لصالح النظام، لصالح مجموعه من الناس تخدم مصالح شخصيه. نبدوها من القنوات الجزائريه الخاصه، اغلب القنوات لملاك القنوات هذه هم تابعين جماعة نظام، جماعة المصالح الناس دير في الدراهم، الناس دير في الدراهم، تجيب قضية معينة ما دام راه القضية هذيك تدخل له دراهم، تجيب له مشاهدين وتجيب له متابعين وكذا، راهو معاها. بينما هو انه يجيب لك مثلا موضوع ما يهمنيش، قال مثلا دوك انا راهم يتبعوا فيا 20 واحد، فهمت؟ انا درك لو كان درك في هذا الوقت هذا درك يطلعوا يوليوا 40 مليون راهم يتبعوا فيا. الكلام نتاعي راه رايح يقعد هو بالذات ما يتحركش. يتبعوني 20 ولا يتبعوني 40 مليون عندي نفس الشيء. لماذا؟ لانه انا راني مؤمن بقضيه وراني نسعى من اجل التجسيد نتاعها. لكن كاين اللي راه هو موش مؤمن بقضيه، هو راه مؤمن بهذا الناس، هذا العدد نتاع المشاهدين. الا راه عنده مثلا 20 ما يشاركش، الا عنده 40 مليون يشارك، فهمت؟ راه قال مثلا هو يتبع في عدد نتاع الناس اللي هذو اللي راهم يتبعوا باش هو يدير اشهار، اشهار يدخل في القناه نتاعو ملايين، فهمتني؟ وحتى الدوله تمدلو الاشهار. دونك هو ما راهوش مؤمن بمشروع ولا مؤمن بقضية، هذا هو الفرق. درك خويا نور الدين، احنا المشكل، احنا البلاد الوحيدة اللي في العالم اللي ماضيها أحسن من مستقبلها. تمنينا الوقت هذا، أنا ما عشتش وقت بومدين، أنا من مواليد 93. من محبي المطالعة التاريخية وقرينا ياسر على الزعماء في وقت بومدين. كما قالها الأشهر معارض بومدين، قال لهم الجزائر في الوقت هذا محتاجة 48 بومدين في كل ولاية بومدين. نعم.
درك اللي هضروا على ابو مدين والحصص، انا كنت تبعتها الحصه تاعك المره اللي فاتت اللي حكيت على ابو مدين واش دار واش ما دارش. صدقني صدقني البلاد تاعنا درك محتاجه لرجال قد قد ضم اللي دعم اللي شوف احنا مهما يكون درك نهضروا على البريزيدون تاعنا بوتفليقه دار المليح ودار الخايب. ما شوف واش تهضر على المليح ما يكفي وقت، واش تهضر على الخايب ما يكفي وقت. الخايب اللي رانا فيه اللي رانا عايشين وضرك انه كاين ناس بزاف يدعموا في بوتفليقه يعلموه انه كاسما ما يقدرش يشربه لازم درك. انا اي انسان فينا يبات توجع ودرسته يبات حي ما يقدرش يرقد، يخص يا انسان مشلول كومبليتمون. درك هذا الراجل هذا خدم اللي دار عليه، خلي التاريخ اللي يحكم عليه، ما نقدر نحكم عليه انا، ما نقدر يحكم عليه غيري، التاريخ اللي يحكم عليه. مهما نقول واش دار بوتفليقه في الخايب، عنده حاجه مليحه غطى بها الخايب هذاك. احنا درك المشكل تاعنا ماشي بوتفليقه، نحن المشكل تاعنا في البلاد الاشخاص اللي دعموا في بوتفليقه. صدقني وكل الشعب الجزائري يعلم باللي راهو اللي ينوض ويقول راني مع بوتفليقه عنده هدف من مصلحه، مصلحه خاصه بابليس، لا تهموا لا بلاد لا يهموا الشعب. احنا في البلاد في الوقت اللي رانا فيه كما قلت وكما يعلموه الناس كل باللي الناس كامل اللي تهدر على بوتفليقه نقولوها ونعودوها هدفهم مصالح بابليس لا زياده ولا نقصان. درك السؤال تاعك يقول لك علاش الشباب متغيبه الواجهه السياسيه. شوف احنا درك ما وليناش نحسوا باللي كاينه سياسه في البلاد. علاش كثرت احزاب كما يقولوا كثرة الصحاب تلف خيارهم، هكذا بعد نقولوا كثرة الأحزاب تلف خيارهم. احنا من بكري من اللي عرفنا نسمعوا كاين حزب واحد اسمه الأفلان. الأفلان هذا لو كان أنا متمني يطلع البريزيدون اللي راح يخلف بوتفليقة والله أعلم على بلناش وش راح يصرى مستقبلا، أول هدف يديره هو هز الأفلان كما راح يحطه في متحف المجاهد. الناس اللي راح عايشه باسم الافلان تروح تبدل اسم الحزب ولا يديروا حزب واحد اخر. يا اخي روح انت سمي اي واحد. واحد الاقتراح لانه شوف نقول لك يعني هذه المساله نتاع الافلان انا خممت فيها مليح. الهدف نتاع فرنسا هو انه ما تزيدش تعاود تسمع الكلام تاعها انت. اسمه الافلان. انا من رايي انا معاك معاك هو انه قضيه نتاع الحزب هذه تنتهي الى غير رجع، فهمت؟ هذه انا معك، ولكن انا اقترحت كتابه ربما راهم كاين الناس اللي قراوها ونزيد نعاود نقترحها بالصوت وبالصوره. انا اقترح هو انه هذا الجبهه نتاع التحرير تعاود ترجع للاصل نتاعها، وما تصيرش كيما نقولوا مثلا واحد هو انه قال مثلا يروح ينخرط. ما كانش يتم الانتقاء نتاع الناس، انتقاء قال مثلا باش تصير نتاع عضو في جبهة التحرير لازم تكون داير حاجه للبلاد، شي تجي نتا تعاوز باش تدي هذا يعني. شوف يا اخي كريما اصبرني برك كمل لك الفكره انت كريما، لانه هذا الجبهه نتاع التحرير الاصل نتاعها هي جات من اجل تحرير الجزائر من الاحتلال من اجل بناء دوله، هذا هو الاصل. احنا نعاودوا نرجعوها للاصل نتاعها، عاودوا نرجعوها للاصل نتاعها، بمعنى انه هذا الناس هذه الاشكال اللي راها موجوده على مستوى 48 ولايه برا جبهه التحرير اكثر منك. جبهه التحرير تصير عند ناس قال مثلا مفكرين، فهمت؟ قال مثلا واحد يصير شخصيه وطنيه مفكر قدم حاجه للبلاد، واحد مبدع، واحد اديب، واحد كذا، ويصير فيه انتخاب، قال تصير فيه مجلس على مستوى 48 ولاية لانتقاء أعضاء باش يكونوا هما كما نقولوا منظمة نتاع استشراف نتاع دراسات نتاع اللي تستشيرها في قضايا نتاع البلاد، ويصير يرأسها نقولوا مثلا شخصية وطنية ولما لا رئيس الجمهورية المنتخب شيء المعين. والله يا اخي نور الدين انا ممكن راني معاك ومشني معاك، لانه المشكل تاعنا درك ماشي مشكل اسم حزب ولا حزب، المشكل تاعنا الرجال ما كانش لواقف. كاين رجال ممكن تعمل في الخفاء،
بصح في الواجهه، الواجهه ما نشوفوش في الناس اللي علاه دروك كي نهضروا هنا على سنغافوره ولا نهضروا على اندونيسيا ولا ماليزيا وكلش، هذوك البلاد راه الاستقلال تاعهم بريسك رانا كيما في وقت واحد ادينا احنا، هم علاه هم وصلوا وحنا مازال ما وصلناش. راه المشكل تاعنا مش اسم حزب ولا افلان، انا على حاب الافلان هذا يدخل التاريخ يدخل المتحف، لانه خلاص صدقني الافلان درك راح يوصل واحد الوقت ملي والشعب الجزائري في كان وقت يحب الافلان، درك الافلان درك ولينا نشوفوا فيه مرتبط باسامي الفساد. انا درك معليش انا كون يجي انسان كفء وانسان مفكر ولا عالم ولا دكتور يترأس الحزب هذا ولا امين العام تاعو نقولوا معليش، نظر كي يجي كيما جمال ولد عباس هذيك واش من امل راح تشوف فيه حتى يحكم لي فلان؟ على ما نشوفش انا دكتور جامعي، على ما نشوفش فارس مزدور، على ما نشوفش ناس ذات عند ناس قاريه ومثقفه وواصله صح وتعرف التاريخ بيان كي يكون يحكم يترأس الافلان. كي جمال ولد عباس كي بوشوارد عملاني لوجهه واحده، ما انا صدقني والله لا فلان هذا لو كان جا عبد راهو ينزف قطرات من الدماء الجرح اللي وصلوه الناس هم ولد الناس تحضر في لا فلان. انا درك ما البريزيدون اللي راح يجي نحبوه يكون رئيس ذو فكر علمي، ما نبقوش متعلقين غير بالتاريخ التاريخ، وحنا كنا في وقت وحنا ربحنا الالمان وحنا درنا وحنا حنا نحبوا بريزيدون يجي يقول لنا حنا راح نديروا، ما نحبوش البريزيدون يقول حنا كنا ودرنا. علاه قلت لك حنا الشعب الماضي الشعب الجزائري هذا متعلقين غير بالماضي برك ما نشوفوش بصيص امل في الحاضر. وش شوف انت يا الحاضر هذا اللي حنا رانا عايشين فيه الاخ الكريم، حاضر هذا صدقني الناس اللي صارت لا تعبئ بالشان العام ولا تعبئ بالسياسه وبالسياسيين وبالمشاريع السياسيه. والله صدقني انا متمني انه الرئيس اللي راح يجي درك ما نقولوش نحبوه ديكتاتوري، كيفاه ديكتاتوري؟ مش الديكتاتوريه تاع واحد ديكتاتوري ضد الشعب. شوف نعم مينور دي تمني وحدي ما يدير والو، تتمنى وانا نتمنى باش يكون رئيس انسان مخلص نقولوا حابين، ما نقولوش نتمني حابين، انسان وطني انسان كذا انسان كذا تمني، ولكن التمني هذا كيفاش تجسده على ارض الواقع؟ لانه هذا الشخصيه انت اللي راك تتمناها ولا تحبها على جال باش هي تمثل الجزائر احسن تمثيل ما راهيش رايح تنزل من السماء ولا تجيب الاماني، لازم لها عمل. نعم أكبر سياسة صعبة في البلاد في العالم هي السياسة تاعنا، أكبر سياسة. أنا ما وليش نامن في السياسة وما وليش نامن في رجال السياسة، لأنه نشوفوا لأنه المعارضة هي في ذاتها نظام، نظام خالق معارضة نفسه، كما نهضروا على أحزاب المعارضة هذه كامل في وقت مضى كانوا هم في النظام راهو ما صلح لهمش مورسو تاع ضم بركه خرجوا للمعارضه هذا ما كان، او يعطوا لهم مورسو تاع ضم حاشاك كيما الحيوان يرجع نورمال النظام. معارضه تاع كرشها هذا واش نفهموا احنا؟ اللي قلت لك احنا درك انا رانا جينيراسيون تاع درك ما تشوفش في سياسيين ولا هي متعلقه بالسياسه ولا شيء، راهي شعب انا قلت لك الهدف تاعو غير تسمع غير الحرقه والخرجه بقى. ما كانش اللي خلالنا امل حتى انسان باش يجي يزرع فيك الامل اللي سكتوه لا يعطوله حقه في الاعلام لا يعطوله. انا افضل الشخصيه رقم واحد اللي نحبها تكون صح رئيس في البلاد هو الدكتور فارس مزدور، ما كانش انا صدقني بالتحاليل العلميه تاعو والتفكير العلمي تاعو يرتح يا ازرعوا فينا معليش ازرعوا فينا غير امل اسرقوا ادوا واش تحبوا ادوا ازرعوا فينا الامل البركه. الأخ مهدي شوف نعم من أردي مسألة لا تتعلق بالشخص، كان قبيل الواحد الأخ اقترح مسألة تعديل الدستور نفس الشيء، مسألة لا تتعلق بشخص، البلاد لا تبنى على شخص ولا مجموعة من الناس. نعطيك مثال، قال هذا فارس مزدور هذا سيد تارك تحبه راهم كاين الناس اللي راهم يقاسموك نفس الفكرة ونفس الرؤية ويتمناه على جلبش واحد يكون
مثل هذا الشخص هذا أو ربما أحسن منه، ولكن لازمك تعرف باللي البلاد هذه كاين فيها أطماع، سواء الناس داخل ولا في الناس في الخارج، كاين أطماع، كاين أطماع دولية، وهذا الناس هما لما تكون المسألة راها قائمة على شخص، الشخص هذا كيستهدفوه. هاو بومدين مثلا، بومدين، بومدين راه هو إنسان ثوري وراه إنسان وطني وراه إنسان مخلص ويحب البلاد وكذا، وماذا بينا على جال باش تكون الجزائر، ولو أنه راهم كاينين الناس اللي يعارضونه ما يأمنوش بهذه الفكرة هذه. ولكن شوف النهاية، نشوف النهاية نتاعو، حنا ما لازمناش نعاودو نكررو حاجة اللي هي داتنا الحيط، فهمت؟ نفهم. ما لازمناش نعاودو نكررها. المسألة ما لازمش تكون قائمة على شخص، فهمت؟ لأنه الشخص هذاك مهما كانت الكفاءة نتاعو، مهما كانت النزاهة نتاعو، مهما كانت العبقرية نتاعو، راه رايح في النهاية رايح يستهدف. إذا لم يستهدف من طرف المحيط، كاين ناس غيارين يغير منه يقتلو. أني فاهمك. غير منه والله يحقد عليه، والله قال مثلا ما يعينوش في منصب، والله قال مثلا واحد تروح له مشروع ولا كذا يقتلو. ونفس الشيء بالنسبة للدول، كاين دول اللي راها رايحة تروح المصالح نتاعها، راه رايح كيما نقولوا يبس الذرع هذاك. بالتالي احنا أطمع. المسألة ما لازمش تكون مركزة على شخص، لازم تكون مركزة على مشروع اللي يشارك فيه الشعب. هذه انت تعديل واللي هو تروح تعدل الدستور، اذا كان ما كانش كاين قناعة، اذا كان ما كانش كاين قابلية، والشعب هو اللي هو السيد فيها، الشعب هو اللي لازم يكون يشارك. حاجة ما تتغير في البلاد غيركم كاني. ويعني الشعب راهو غايب، غايب كل الغياب على الوقت اللي رانا فيه، على الاحداث اللي رانا عايشينها ما نشوفوش. كانه والله صدقني يا عمي نور الدين، لخصوا الكلام كامل اللي تهضروا انت واللي نهضروه انا، ولا يهضروا غيرنا، ربي يستر البلاد. هذا ما كان احنا شوف متمني من الشعب الجزائري اكل يمشي بدعاء واحد، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين. أمين. هذا واش نحبي نطلبه؟ درك رانا ما قدرناش، صدقني والله ما قدرنا. راو في كل عائله جزائريه كاين اناس مغتربين، وكاين ناس هاجر وناس هربت، راهي ماشي غير خرجتك ذاك. راهي صدقني راو الشعب راح ينفجر، قد الشعب راح ينفجر. ما درك احنا نحوسوا غير اللي يزرع في سيرته الاحداث هذه تاع بدات الرئاسيات وكل شيء، مازال ما شفناش واجهه تاع نشوفوا فيها الامل. نعم. ما كانش، ربي يجيب الخير للبلاد وخلاص. امين يا رب. همي نور الدين تصبح على خير. ربي يبارك فيك، شكرا لك ان شاء الله. رانا ديما نتبعوك يا عمي نور الدين. ربي يبارك فيك. باتنا ولا خشنا ولا والله قال سوق هراس، سوق هراس، سوق هراس. يبارك فيك، جيب لنا غير جيب لنا اسئله، خلي تزرع فينا شويه الامل، وخلي خويا شاركونا، نتعاونوا مع بعضنا، فهمت؟ شاركونا، اقترحوا كش ما تقترحوا مواضيع والله نناقشوها، ما عندي حتى مشكله. انا راني متطوع، فهمت؟ نحوس على جال باش نساهموا من خلال هذه النقاشات ومن خلال هذه الحوارات، باش نستفادوا من بعضنا البعض. انت تفيدني بفكره وانا نفيدك بفكره، وانا اؤمن بالليشونج هذا، فهمت؟ تما نستفادوا من بعضنا البعض من خلال الافكار، وندفعوا اخوه اخرين. كاين ناس راهم يتبعوا فينا، فهمت؟ يقول لك باللي دوك حنا نتحدثوا على الموضوع تاعنا تاع العزوف، راهو يتبع مطبق يديك، لا يكتب تعليق ولا يدير بارطاج. قال مثلا على جال باش ربما كاين واحد دوك نقولوا مثلا، قال مثلا كاين 20 في الصفحه، لو كان كل واحد بارك يدير الرابط نتاع الصفحه هذه في الصفحه نتاعو، راهو راح يزيد يجيب ربما 20 واحد اخرين، وهكذا من 20 ل 20 كل واحد راهو هو. نزيدوا حنا نطلعوا ونزيدوا كيما نقولوا نتوسعوا في هذيك الافكار، ونزيدوا نتوسعوا في المشاركه. قال مثلا وليوا شاركوا بعضنا البعض. لكن كاين ناس اللي هو راهو سلبي، تبع فيك هو راه يتبع فيك مثل الذيب هذاك، ويدير روحه باللي ما على باله بك، ولا راه يشوف فيك ولا على باله بك، وهذو اللي هما راهم يضروا في البلاد. كيما قالها طاهر ميسوم لا يذكر بخير، الشعب الجزائري تونس به ما تكلش عليه.
انا نتونسو بعضنا يعني من ردينا نشوف فيك كذا. راح نسقسيك سؤال بالنسبه ليك انت بحكم الشيء اللي راه ربي يبارك لي هزو في راسك، الشخصيه المناسبه اللي تشوف فيها هكذا تقود البلاد ربان السفينه، واش تكون تشوف فيه انت؟ ما كانش انا الشيء اللي مأمن يعني بيه، قلت لك الشيء اللي مأمن بيه هو العمل الجماعي. لحقت لهذه القناعه يعني منذ مده، العمل الجماعي هذه انت انك انت دير شخص هذه انساها خلاص، ما لازمش تكون، لازم يكون هناك صحيح. عمل جماعي فهمت؟ في ثوره النهار اللي قامت، ثوره النهار اللي قامت، ثوره تاع 54، مجموعه من الناس هما امنوا بالعمل الجماعي، كانوا في مناضلين في الحزب نتاع الشعب، ومن بعد شفت هذيك تاع اسمه النضال هذاك والعمل لما يقيم على شخص يولي هو يزرع فيه تاع الحب تاع التفاخر ونتاع الزعامه ونتاع كذا، وراه رايح يفوت فرصه على شعب، هذا شعب فهمت، هذا مش دار، هذا راه شعب. وكاين تسمى الناس اللي هما انت تقتل فيهم الطموح، لما قال مثلا انت شحال راه رايح يكون رئيس مره في 5 سنين، كثير من الناس اللي راهم حابين يكونوا رؤساء فهمت. احنا لما يكون هناك عمل جماعي، انا اؤمن بالمشاركه، لما يكون هناك عمل جماعي الناس تتشاور مع بعضها، فيما بعد انت راك رايح تعطي الفرصه للكفاءات في الداخل وفي الخارج، راح تعطي الفرصه للمهمشين، تعطي الفرصه وتكون هناك يعني وفق مشروع، وتكون هناك اراده صادقه، من بعد انت تمشي بالبلاد، تمشي بها الى وضع الله اعلم به فهمت. لكن لما تقيم يعني هذه المسؤوليه على شخص، قلت لك مهما كانت الكفاءه نتاع هذا الشخص والنزاهه نتاعو، يقدروا يستهدفوه ويقتلوه. ها هو مثلا اردوغان، انا متوقع باللي يقتلوه، اتوقع باللي يقتلوه. الله يجيب الخير. أمين. يعني ما كانش حتى شخصيه جات في بالك هكذا؟ كاين شخصيات اللي هما دركا يقدروا يلعبوا دور فهمت، حاليا في الوضع الحالي اللي راه عايشته في البلاد، الوضع الحالي مثلا كاين وضع عادي وكاين وضع غير عادي، احنا الان في وضع غير عادي، غير عادي لقاء خلى تركه فهمت، تركه، وبحيث هو انه راه الان فيه ازمات نفسيه، راهم كانوا اخوه قبيل اللي يشيروا المرحله هذه نتاع التسعينات، وهذا امر واقع، بحيث هو انه ترتبت عليه مسائل كثيره من بينها الخوف، يعني الناس راه دوك راه خايفه من انها تروح للمجهول، يقول لك انا اخويا خلي عليه، راهو دوك راهو في كروسه وعلى بالي به باللي راهو عاجز، ولكن خوفا من القفز الى المجهول انا نرضى بالشيء اللي راهو موجود. إذن راه كاين فيه تركه دوك، انت باش تجيب انت قال مثلا واحد للرئاسه لازم يكون عنده يعني الى حد ما قبول عند الراي العام، وثاني على المستوى الدولي، هذه ما لازمش تهملها، انك تجيب انت واحد راه محبوب في الجزائر ولكن عنده عداء، هذا راح يوصلك للحيط، لازم واحد يكون عنده قبول، باش تلقى واحد عنده قبول لازم يكون مارس المسؤوليه، يعني الان باش تلقى واحد راهو عنده قبول قال مثلا في فرنسا ولا مع البليش انا الامريكان ولا من الدول هذه اللي راه عندها تاثير على الجزائر، لازم يكون مارس المسؤوليه. دوك انت باش تروح تجيب انت واحد مارس المسؤوليه وراهو عنده هو قبول الى حد ما، ماشي كيما نقولوا راهو عنده قبول معناتها انه خلاص راهو يخدم معاهم، لا، عنده قبول بمعنى انه ما يخوفهمش الى درجه وين انه نصيروا حنا داخلين في الحيط. الشخصيات اللي راه الان موجوده من هاد الناس اللي راهم درك هما مارسوا الحكم ومارسوا السلطه، ويعني اللي قادرين هما كما يقولوا يمهدوا لك الارضيه، مش بالضروره هو انك لما انت يوصل للرئاسه انت راك رايح تغير، هو يمهد لك الارضيه برك، لانه التغيير هذا هو مش قال قالوري راح تبني قالوري، راك رايح تنوض ببلاد، بمعنى انه
لازم لك مؤسسة نتاع برلمان، لازم لك مجلس الدستوري، لازم لك القضاء على مستوى 48 ولاية، لازم لك الوسم وقطاعات، قال القطاع العسكري تاع الدرك نتاع الشرطة تاع الدمارك الجمارك نتاع الحماية المدنية، الإدارة إلى غير ذلك. المستشفيات ماكش راح انت تغيرها بين عشية وضحاها، راه فيها خدمة طويلة. انت هذا الشخص اللي راه قادر هو يساهم في هذه المرحلة رغم التقدم السن نتاعهم. انا راني نشوف باللي ممكن يكون هكذا حمروش واحمد طالب ابراهيمي وش اسمه هذاك بنيلس، انا هكذا اقترح هو انه تكون قياده جماعيه، قياده جماعيه يعني اللي مرحله قال مثلا تاع 5 سنين ويكون ينشئ فيها برلمان جديد ودستور جديد وتبدا تحضر الناس للرئيس الجاي، يعني مرحله تاع 5 سنين وين هو أنه تبدأ تتأسس الدولة على أساس صحيح. فهمت؟ قيادة جماعية، لأنك أنت لما تراهن على شخص قال مثلا دير أحمد طالب قادر ما على باليش، هذه أعماره بيد الله قادر في 24 ساعة بسلامة بالعافية. مراهنة على شخص هذه غير نساء، لازم يكون عمل مشترك، عمل مشترك بحيث هو أنه تفتح ورشات ملتقيات مؤتمرات فكرية إلى غير ذلك، وتعطي الفرصة أنت للكفاءات هذه اللي راها موجودة في الخارج باش هي تعاود ترجع للبلاد أو تستثمر أو كذا. فيما بعد أنت تفتح المجال تعالاش ذكرى الناس حابة تحرق، محسوب حابة تحرق لأنه لحقت إلى مستوى من فقدان الأمل من فقدان الثقة خلاص، ولا صار يرمي روحه في البحر. وكنت غدوة لما يكون هناك أمل تبدأ تبان وجوه جديدة، يبدأ يبان خطاب جديد وسلوك جديد في الإدارة وفي المجتمع بصفة عامة، تبدأ الناس ترجع لها الثقة وتبدأ الناس ما بعد تتحرك. فهمت؟ لازم يكون هناك بديل جديد اللي هو يليق بالمجتمع كامل، يعني يشارك فيه المجتمع. لما انت المواطن يشوف هو راهو الرأي نتاعه مقبول ويصير هو قال واش راه المشكلة أخويا، قال الناس حابة تهضر ندير أنا دي ميكروفون، قال في ساحة الشهداء في كل الساحات على مستوى 48 ولاية أهدر أخويا هاو ميكروفون وتكلم والشي اللي راه واجهك أحكي على الفساد، أحكي هاو الوسمو قال راهو كان الحي الفلاني راهو فيه فساد راهو كذا، والناس تتحرك. تعطي أنت الفرصة للعمل الجمعوي هذا باش الناس تنشط وتتحرك، فيما بعد أنت تسمى تشرك الشعب. اما هو انك انت يا الشعب هذا تبقى انت تقد عليه دير كذا ودير كذا ودير كذا ما يتحركش، خاصه الشعب الجزائري هكذا بطبعه ما يحبش تعطيل الاوامر، يحب هو لما تكون هذيك الاشياء خارجه من عنده، هو يحب هو معلم، يحب يكون معلم. انت لازمك تعطي الفرصه للناس على جال باش هي تتحرك تنشط تخدم، وفي نفس الوقت ايضا تفتح مجالات واحده اخرى. قال مثلا التعليم، فهمت؟ تعليم قال مثلا واحد راه درك مثلا هو اخفق في الدراسه نتاعو لسبب او اخر، تعطي له فرصه نتاع على جال باش هو اذا كان هو راه ما نجحش مثلا في البكالوريا او في لا ليسونس ولا كذا، تفتح له مجال واحد اخر على جال باش هو يعاود هو يرطرابي، فهمت؟ من حاجه واحده اخرى. التكوين في كل المجالات، تفسح المجال للناس على جال باش هي تطوع باش هي تفعل الخير وكذا، وتبدا الناس تتنافس، فهمت؟ اما انت تسكر انت الابواب وتبقى انت تمشي في الناس غير وين راك حاب تروح انت، الشعب ما يتحركش، فهمت؟ الشعب ما يتحركش. الشعب عرفوا له نقطه ضعف، ربي يقدر الخير، هذا ما نقوله من وردين، وليلتك سعيدة إن شاء الله. ربي يبارك فيك، ربي يحفظك في أمان الله من وردين. شكرا. شوفوا ترى الأخ عمار هذا بلك لعود يقدر. أخ عمار راه عندك مانع، أخ عمار مانيش عارف وش المشكلة عندك، ربما يكون ضعف الخط، ولا نعود نرجع الكلمة الأخ رزقي، ترى بلك لعود الله يقدر يطلعك شما يفيدنا برأي. مهم الإخوة اللي راكم تتبعوا فينا راه كاين فيه مجموعات يعني موجودة في صفحات كثيرة، بإمكانكم أن تنشروا الرابط نتاع الصفحة لعل الله فيه إخوة آخرين يلتحقوا بنا. أخ أرزقي معذرة قبيل كان فيه انقطاع،
ما على بالي، انا ما فهمتش، ما على باليش اسكو من عندي ولا من عندك. لا 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 لا، من عندك انا، راني مازالني على على المباشر. كي قلت لك تعديل الدستور قبيله ما كملتش مع كي كان هذاك الانقطاع، اسمه مش تعديل الدستور برك هكا وخلاص، لازم يكون تعديل الدستور كلي، وهذا بقى ما يجيش في 24 اور ولا في سمانه. نعم، كي نقول تعديل الدستور اسم نقصد يكون بعض القطاعات تكون انديبوندونت، كيما بار اكزومبل القطاع العسكري ولا جوستيس، هادو يكونوا كامل ما يحكمهمش واحد برك، رئيس الجمهورية يحكم تروا بوست ولا كات بوست. نعم، ثم تكون المصداقية، كي تكون العدالة، تكون لا جوستيس، تكون انديبوندونت، ثم الناس تأمن بالعدالة. درك الناس كامل كي تسمع لهم يقول لك ما كانش العدالة في البلاد، ما كانش هكا، سي نورمال ما يأمنش، باسكو الحاكم الأول في البلاد هو البريزيدون، هو الآخر هو اللي راه هو الحاكم الأول تاع في الآخر، في القاضي الأول تاع البلاد، دونك سي نورمال ما يأمنوش بالبلاد، ما يأمنوش بالعدالة. وفي الجيش اشاك فوا يقول لك يديروا لك الجيش، يدخلوه وسيط مع السياسه، سي نورمال بيسك الاخر البريزيدو هو اللي يحكم في الاخر، القائد الاعلى للقوات تاع الجيش. الاخ اسمه الاخ ارسقي، انا واش حبيت نقول لك باش تفهم تسمى الرؤيه نتاعي ونفهموا بعضنا. درك انت القضيه هذه نتاع الدستور، نفرضه قال انا راني في السلطه وانت يراك معارض، ونقول لك انا يا الاخ ارزقي دير لنا الدستور اللي يقبل البلاد، تبدا انت مثل ما راك تقول، قال واسمه السلطات لازم تكون السلطات هكذا مستقله، سلطه شرعيه وسلطه تنفيذيه والى غير ذلك. يا هل ترى لما انت راك راح تدير دستور ديرو، رانا حلينا المشكله؟ ما حليناهاش، لانه القضيه ماهيش بيني وبينك ولا بين بوتفليقه وهذه الجماعه تاع العسكر، قضيه تتعلق بشعب، والشعب هذا مش انت دير له دستور ويطبقه، لازم يكون نابع من الاراده نتاعو، لازمك انت تشاركه. دونك انت لما مثلا تقول لي باللي لابد من اشراك الشعب، بمعنى انه هذا الدستور لازم يحصل عليه حوار، قال غدوه انت لازم شكفه يجي، وقال مثلا محامين، القضاة، الناس اللي هما ضالعين في القانون، قال مثلا الناس اللي هما عندهم، قال مثلا وش اسمه دراسات في الامور الاجتماعيه والسياسيه والى غير ذلك، ويحصل حوار مجتمعي. فهمت؟ حوار مجتمعي يكون هو السيد في هذا الدستور. فيما بعد الدستور راه وش هو الدستور؟ وراه راح ينظم هذيك المسائل، هذا مكان، ولكن فيما بعد قضية نتاع تطبيق حاجة واحدة أخرى. فهمت؟ دوك انت تقول لي مثلا درك دير لي الفصل بين السلطات، راه كاين مثلا سلطات شرعية وسلطات تنفيذية وكذا، وقال مثلا انت تنقص من الصلاحيات نتاع الرئيس، ما يهمناش فيه بوتفليقه ولا واحد اخر، رئيس وخلاص. لا انا ما نقصدش بوتفليقه، ما عندي مشكل مع حتى واحد. هي معليش انا فاهم، تنقص انت من الصلاحيات تاع الرئيس، ولكن فيما بعد التجسيد حاجه واحده اخرى. لما يكون يطلع لك واحد كاين اللي هو تغويه السلطه، فهمت، يغويه الجاه، يغويه الدراهم، هو فيما بعد راهو راح يوصل للسلطه، الدستور هذاك يقلبوا شيفونه، لكن لازم يرجعوا كيما من الشعب، نابع من الشعب، والشعب هو اللي مشارك فيه، حاجه واحده اخرى. لازم من قبل ما نمسوا في الاخر، ما نمسوا الدستور، لازم الشعب لازم يبارتيسيبي، يكون مشارك كيما في السويس، من قبل ما يمسوا ما يديروا تغيير حتى يفوتوا الشعب، الناس تفوطي به اسكون قبل يكون تغيير ولا ما يكونش، ما يكون تغيير في الدستور ولا ما يكونش، ثم كي تكون مشاركه من الشعب. وين ميلك كيما قلت انت، يجي واحد اخر يبدل فيه كيما يحب،
دونك تولي سا سير ريان نديرو ان شونجمون اليوم في الدستور، مع غدوة يجي واحد اخر يبدل يدير كيما قلت تغويه، يغويه المال السلطة وكل شيء يبدل، يقول لك يلا انا نريح. انا كان ان اكزومبل واش راح صار اليوم، انا كي قلت كي هدرت على الدستور بس كان لا فيزيون تاعي كيف نشوف الحكم في البلاد، سي اون مونارشي، ما كانش سي با اون ريبوبليك، سي اون مونارشي، واحد ان بريزيدون اللي يحكم 3 ولا 4 بوست، سي اون مونارشي. كي نشوفوا في ليستوار، نشوفوا العهد الروماني بار اكزومبل، في روما كان هكا في الحكم، لي انستيتيوشن تاع لا مونارشي، كاين لاسومبلي، كاين لاسومبلي دو بوبل، وكاين لو روا، وكاين لوخر السينا، مي تولي ديما واحد اللي يحكم، لو روا هو اللي يحكم، دونك البريزيدون لا ريبوبليك في البلاد، ما كانش لا ديموكراسي، سي اون مونارشي. انا وجهه نظر تاعي سبورسا قلت يكون لازم يكون تغيير كلي في الاخر في الدستور. لا معاك التغيير، شوف نقول لك كي تقول لي التغيير كلي انا معاك، لازم يكون تغيير جذري. انا شوف نقول لك الخلاصه اللي لحقت ليها هو انه النظام هذا خلاص، يعني مثل شوف نقول لك هذاك الوحل، وحل انت يا تحب انت تغرس حاجه جديده، شجره ولا ورده رايحه تصاب بالوحل هذاك، لازم تغيير جذري، والتغيير الجذري هذا ما يجيش عن طريق شخص. كاين فيه واحد الاخ دوك كان يكتب لي في التعليق، اعتقد شكون سبورت، شوف اخ عز الدين عبد البشير، قلت لي باللي حمروش وكذا. انا مانيش مؤمن بهذه القضيه نتاع الشخص، راني كنت تكلمت مع الاخ اللي قبلك وقلت له باللي انا مؤمن بالعمل الجماعي، قضيه نتاع اشراك النقابات الجمعيات، معاك لازم يكون عمل جماعي ويكون تغيير جذري وعلى مراحل، ماشي كيما نقولوا انت في 6 شهور راح دير الدوله، امبوسيبل، لازم على مراحل. قال مثلا يكون عندنا مشروع نتاع 20 30 سنه، فهمت، وتبدا الناس تمشي فيه، واللي راهو رايح يوصل للسلطه ما راهوش رايح يعاود من الزيرو، يكمل نمشي وحنا نتفقوا، يكون فيه كما قلت لك اشراك نتاع الشعب كامل على مستوى الوطني، الناس كامل تشارك في الدستور، وتشارك الناس ايضا في الحوارات وفي النقاشات في الملتقيات، والناس تنهض شيئا فشيئا بالبلاد. اما هو انك انت تروح تدير الدستور من بعد هو يجي شخص قال انا نروح نمشي مع زيد ولا عمر من الناس، رايح يلحق للسلطه او يموت او كذا، ومن بعد نعاودو نبقاو ندورو في السيركل فيسيو هذاك، نوليو الاخر، لازم تغيير جذري ويكون على مراحل اللي قادره تدوم 30 40 50 سنه. ما تقدرش انت تبني دوله اللي رانا نحوزوا عليها، دوله مثل ما راها الدول العظمى هذه اللي عندها تحكم في الاقتصاد نتاعها وفي الاعلام وفي الصناعه وفي كذا، ما تقدرش تبنيها انت في 6 شهور ولا في عام والله في 10 سنين، امبوسيبل، هذه محاله. هذه هي، لازم احنا ننظروا للبعيد، ولازم يكون تغيير جذري. هذا نتاع بريكولاج، هذا واحد يجي دوك يقول لي انا ما على باليش، انا يا دير فلان يجي فلان، واش هو يوم الناس ثاني كيف راه كانوا عاقدين الامل على بوتفليقه. داك ما لازمش ما نقولوش نجيبو فلان نحطوه في السلطه، كيما داروا الاخر، كيما بوتفليقه جابوه حطوه، ما يتغيرش. انا راني مؤمن بالتغيير الحقيقي، انا شخصيا راني مؤمن بالتغيير الحقيقي. قال درك هاك السلطه، رانا شفناك، رانا عندنا سنوات وحنا نتبعوا فيك، شفناك باللي راك رجل صالح وراهو عندك موضوعيه في الطرح نتاعك وكذا، ارواح هاي السلطه وارواح غير، ما نقدرش. واحد يد واحده ما تصفق، لازم عمل جماعي، فهمت، والعمل الجماعي لازم له كفاءات، لازم الناس تاع السياسه، الناس اللي قرات اللي تخرجت من الاخر، لازم يكون قناعه. تا درك راهو درك مثلا واحد هو، احنا كنا نحكيو على العزوف، هذا واحد راهو درك هو مثلا عازف عن الزواج، ما عندوش الجو خلاص، سما بالنسبه لي سي فيني، ما يتزوج ما والو. انت تجي ليه تقول له الا صرا له مشكل خلاص يقول لك ما نزيدش نتزوج خلاص،
اه والله غير راها كاينه وحده وسبحان الله انا نعرفها بنت فميله والله غير ما شاء الله يا ودي يقول لك خلاص انا سيفيني ما زوجش يا ودي تقول له انت والله غير بنت فميله وسبحان الله نعرف انا خوها راجل وباباها راجل وناس كذا وناس كذا يقول لك سيفيني. الناس اللي راهم وراه والله وراه تخلوا الفيستا على الحرقه راح انت تنحيها له من راسه ما تقدرش تنحيها له هو من راسه. حل هذه انت لازمك تفكر في البديل، تفكر في الاجيال اللي دوك كاين الناس اللي راهو درك مثل الداليه هذيك عرف فراشي لازمك انت تقطعه ما كان حتى هضره. العرف الراشي هذاك لازمك تقطعه باسكو لو كان ما تقطعوش راهو قاعد هو يزيد يمرض في عرف واحد اخرين كيما الحبه نتاع الطوماطيش هذيك راه تزيد هي تخمج في حبات واحد اخرى. لازم هذاك هاد الناس اللي راهم مفسدين هذو مكان حتى هضره معاهم يمشي بالعقل والله يمشي بالضرب للدماغ. كاين ناس راهي في السياسه ما عندهمش ميم با ما عندهمش ميم با ان ديسكور بوليتيك جامي 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 شت هكا كاش نهار سمعت في الاخر تبعهم في لي ريزو سوسيو كل شيء نشوف هكا الخرجه تاعهم وكل شيء ميم لي ديسكور تاعهم غير كي تلحق الاخر وقت الانتخابات ولا الحق لي زيليكسيون يبداو يخرجوا ميم لي ديسكور تاعهم حتى اليوم ما عنديش 40 ولا 50 عندي 24 مي جامي سمعت ان ديسكور بوليتيك من الاخر من لي بوليتيسيان تاعنا في البلاد حتى واحد اللي ما قراوش ما تخرجوش من الاخر ديزيكول بوليتيك سيونس بوليتيك ولا ما عندهمش كفاءة تاع باه يمارسوا السياسة راهم هنا على جال باه يعمروا جيوبهم سيتون ما والحل كانش كيفاش الأخ أرزقي؟ الحل كما راك تقول العمل الجماعي لازم العمل الجماعي الناس لازم الناس تكون مثقفة الناس اللي متخرجة من الآخر عند وفما مش عندها ديبلوم بيسك دي فوا الديبلوم هذاك والله غير ورقة في ديبلوم انا الجيب بالنسبة خلاص لي مرات ما عنده حتى معنى والله لأنه دي فوا لما ما يكون عندهاش انت معنى واحد عنده ديبلوم راه عنده مثلا دكتوراه وما عندوش القناعة. القناعة ما تجيش بها الشهادة، قناعة تكون نابعة من السلوك نتاع الفرد، عنده هو الحب نتاع التبادل مع الناس. كاين اللي دوك انا خويا وراه المشكل نتبادل، قال هذا واحد خويا شاوي، هذا خويا قبايلي، هذا عربي، هذا ترقي، هذا مزابي، ارواح نتعاونوا مع بعضنا البعض ونديروا حاجه من اجل الصالح العام. يا سيدي الا كان احنا ما درناهاش لينا احنا نديروها لاولادنا، اذا كان احنا رانا متنافرين ما راناش قابلين بعضنا خلي نكونوا اولادنا يمشيوا مع بعضهم البعض. ومع خلق الأقل انت مناخ اللي يجي ولادنا فيما بعد يتفاهموا مع بعضهم البعض. لكن لذوك لما انت الناس راها متصارعه مع بعضها البعض والاولاد غدوه كيف راهم رايحين يجيو هم ذوك راهم كاينين الناس اللي راهم هما شربوا من الحقد ومن الضغينه قادرين فيما بعد على اتفه الامور تنوض. اذا القضيه هذه ما تطلبش انت واسمه انت شهاده جامعيه ولا قضيه انت اراده. يا شوف نقول لك شوف راه معنا كمثال برك هاد الجماعه اللي داروا الثوره روح هزهم بالواحد كريم بالقاسم عبان رمضان بن مهيدي بن بولعيد واش هي الشهاده تاع يقول لي برك واش هي الجامعات اللي درسوا فيها محمد ما قراوش في اليونيفرسيتي. درك شوف دوك الناس راه دارت شهادات جامعيه ودارت دراسات ودارت ابحاث ولما انت تجي تدرس انت كيفاش هذا السيد كان يفكر في دولة حلف أطلسي كيفاش كانت هو لا سلاح ولا اسمه كيفاش قدروا ما يجيبك السلاح انت يخمم لك يجيب لك انت السلاح من مصر عن طريق اسمه يخت ويدخلوا للجزائر وكيفاش يمنعوا كيفاش هو يدير استراتيجية على جال باش يدير لك مؤتمر تاع الصمام كيفاش يتنقل لك هو على بغل عشاك من منطقه لمنطقه وتشوف يعني الناس يعني رغم البساطه نتاعهم بصح شوف الفكر نتاعهم لماذا؟ لانه عندهم وعي يعني ما تقدرش تصوره
ولحقوا كاين الإرادة لا فولونتي يفرضوا واقع تاني. على الاحتلال. وانت درك ناس راهو قاريك في كامبريدج، فهمت، راهو قاريك في السربون، راهو عنده اعلى الشهادات، بصح ما عندوش الوعي. راهو قال مثلا عنده هو في الماده نتاعو، مثلا قال مثلا راهو في المات ولا في الفيزيك ولا التخصص نتاعو هذاك، ربما قادر هو يمد، ولكن ما عندوش وعي سياسي. فهمت، احنا دوك مطالبين على جال باش الناس تكون عندها وعي سياسي، وعي بالشان العام. جوستومون قلت لك كفاءات اللي متخرجه من لوقر من لي زونيفرسيتي ولا من لي زيكول تاع سيونس بوليتيك، على هذه قلت لك لازم كفاءات اللي تكون لازم تكون متخرجه من لوقر، من الساحه، من لوقر، من لي زيكول، من لي زيكول تاع سيونس بوليتيك. باسكو واحد الا قرا ما على باليش واش قرا عفسه اخرى، ما يجيش يدير سياسه، ميدسا ما يجيش يدير سياسه، يكون يقدر يكون وزير في لوقر، يكون مينيستر في لوقر في المينيستير دو سونتي، مي ما يكونش في جهه، ما نحطوش في الفلاحه ولا نحطو في لوقر في طرافي بوبليك كما راه صاري في البلاد. اليوم تلقى في طرافي بوبليك دو تروا موا بري بدلوه يحطوه في جهه اخرى، ما كانش ما عنده حتى علاقه في لوقر في لوقر في طرافي بوبليك ولا بحال ولا في الفلاحه، ما كانش كفاءه. دونك لازم واحد، كل واحد يكون في بلاصتو، يكون هما متخرجين، يكون واحد يكون هما عنده شويه فلوق، عنده شويه من الاخر من السياسه، ما تخرج من الاخر، ما راهش متخرج من الاخر من جامعه تاع سيونس بوليتيك، يكون عنده شويه احتكاك هكا مع السياسه، ما يقدرش يجي من جهه اخرى من الشرق يجي ديريكتومون يخدم في حاجه اخرى ما عندوش حتى علاقه معاها. المهم الاخوه والاخوات كيما نعم بري كيما قلنا الدبلوم دي فوا ورقه برك نحطوها في الجيب سيتو ما ليه هو انه الانسان يدرس، ليه هو انه الانسان يجيب شهاده، بصح هذه الامور هذه اللي درك هي تتعلق بشان العام، هذه لازم لها ثقافه واحد اخرى، هذه ماشي قضيه نتاع انه واحد تكون عنده شهاده جامعيه ولا، هذه لازم لها إرادة سياسية، لا يكون الإنسان عنده واسمه ثقافة غروسة فيه، ثقافة متشبع بها، ثقافة نتاع التعايش، ثقافة نتاع التوافق. هو أنك أنت قال أخويا أرواح هذه الجزائر تاعنا كامل، أرواح نتلاقاو ننظروا للأجيال اللي راح تجي في من بعدنا، حاوسوا إحنا ننهضوا البلاد، مش بالضرورة هو أنه ننهض بها أنا، مش بالضرورة انا نسعى ندير كيما يقولوا لي بيلي هذوك، ومن بعد يجيو الناس من بعدي، ومش بالضروره نديرهم انا، المهم ارواح نتناقشوا من اجل المصلحه العامه، ارواح نتحاوروا، ارواح نلقاو طريقه اللي فيما بعد حنا نديروا كيما نقولوا معالم للناس اللي يجيو من بعدنا، مش بالضروره هو انك انت دير النهضه، مش بالضروره. راه نقول لك نعطيك كامثله برك، دائما احنا مثلا نتكلموا على هذ الناس اللي راهم جاهدوا، هما راحوا ماتوا واستشهدوا، ولكن غرسوا هذيك الروح تاع التضحيه، غرسوها، فهمت. وهذ الناس راهم يعني ربي برك اللي هما دارهم في هذاك الباب هذاك وفي هذاك المستوى هذا. لكن لما تشوف انت درك أو مثلا مثال برك كبومدين ينتقل لك من قالمة إلى القاهرة مشيين على الأقدام باش يروح يقرأ، واحد راهو في الدار معاك وراك جايب له أنت الكرواسون وحط له الجوي وحط له الياورت وحط له قدامك وتقول له نوض تروح تقرأ، يا ودي خلينا وكتشوف هو يروح لك بلباس مقطع ويروح يمشي ويبات ويريسكي بحياته
ويروح للقاهرة على جال باش يقرأ، وفيما بعد القراية نتاعو ما يقراهاش، يجي ليه بن بلة ويقترح عليه، يقول له باللي البلاد راها محتاجتك والبلاد راها كذا، لابد هو انك انت تدير تدريب، ولابد هو انك انت، لماذا؟ لانه مؤمن بقضية، فهمت؟ مؤمن بقضية. هذا كمثال برك، دوك على بالي باللي راهم كاين الناس اللي هما ما يحبوش بومدين والله، ولكن كمثال مثال على ذلك، مش غير بومدين، اي تحمد الناس اخرين، مش بالضروره قال مثلا بومدين، ناس اخرين تروح انت تشوف الظروف اللي هما درسوا فيها وتقارنها بالظروف نتاع الان، يعني شيء لا يصدق، شيء خارق العاده. احنا دوك الشيء اللي مطلوبين، علاش قلت لك انا إرادة، الإرادة اللي تصنع بها، لما تكون كاينة إرادة، خاصة لما تكون الإرادة جماعية، يعني إرادة لازم توصل إرادة الفردية وحدها ما تكفيش، لازم تكون عندنا إرادة جماعية من أجل النهوض بالبلاد، فيما بعد نصنعه، فيما بعد احنا نحاربوا هذا العزوف بحكم الموضوع تاعنا اليوم، تحاربوه لما انت تشوف ناس تتعاون مع بعضها البعض، تحاربها. مثلا قال غدو مثلا طريق في قرية أو في بلدية، الناس تهب هبة نتاع رجل واحد، تتحرك من أجل البناء نتاع الطريق هذاك، تخدمها من بعد العرش الآخر، قال شوف العرش الفلاني هذاك يا خويا، والله غير رجال، خناطوا وخدموا طريق يا خويا، شوف ما شاء الله، ما استنوا لا دولة ولا هم يحزنون، تحركوا انت فيما بعد، تشجع بهذاك الفعل انت اللي قمت به، تشجع ناس اخرين هم يتحركوا. لكن كي تكون الناس راها كامله مطبقه يديها، هاجمت تحرك، هاجمت بوجي. درك هذا مثلا الفعل هذا اللي كنت نحكي لك انا نتاع وش اسمه بومدين، تاع بومدين، بغض النظر على الراي نتاعك فيه، هو هاك تشوف انت باش هو راهو صار رئيس، واحد يروح يلزق لي في الانقلاب، هاو نقلب على بن بلة، وهاو نقلب على هذيك، ما تروح ليش لهذيك، روح لي للصح، شوف السيد منين خرج، شوف كيفاش راح قرا، شوف كيفاش راه هو صار لك قائد قبل ما يصير قائد الاركان تاع الجيش التحرير، كيفاش هو راه شهر كامل، شهر وهما في واسمو في اليخت هذاك من مصر للناظور في المغرب، شهرهم في الماء، ومن بعد راح يقرا هو من قال ما يمشين على الاقدام للقاهره، ومش غير هو، يعني الناس المجاهدين كيفاش كانوا هما يتنقلوا، يروح لك لتونس ايه، وتشوف لك واحد دكا والو، ربي يجيب درك كما قلت، توصل له كلشي الفم، ويقول لك ما راحش نقرا، واش ندير اللي قرا، يقول لك اللي قرا وقرا بكري، هذه هي خاطر كاين الناس اللي راهم طلعوا خدموا تعبوا سهروا وكذا، وناس بكري يقول لك من اراد العلا سهر الليالي، لازم الانسان يسهر، لازم الانسان يتعب، لازم كذا. احنا للاسف الشديد هو انه الناس يعني استشرى فيها الياس والاحباط، لا شك هو انه النظام هذا راهو مشارك فيه، ولكن كاين اجتهاد نفسي، اجتهاد هو انه الانسان يقوم، يا خويا ما قدرش تقعد في الجزائر، اخرج ارض ربي واسعه، فهمت؟ ارض ربي واسعه، كاين الناس اللي راهم دوك هما خرجوا وقراوا، تروح تلقى إنسان راهو يقرأ في الجامعة، أنا نعرف شباب هكذا يقرأ في الجامعة وراهو يخدم في الليل، يخدم في يوردنوي، فهمت؟ يخدم في يوردنوي، يخدم في المرشي، يخدم في كذا، ويخدم ويقرأ واسمه، وكاين اللي هو الله غالب ما كان والو، فهمت؟ راني منهم أنا، ما نخدمش في الليل، ما نخدم لي ويكند، وراني نقرا في سمانه ونخدم في الويكاند، في لي فاكونس نخدم. ايه انت هكا مثال، ربي يعاونك ان شاء الله. ايه ان شاء الله. والاخر واش قلت؟ والله راحت لي الفكره. يعني جبدناها على التضحيه نتاع الوسمو، يعني كيفاش انسان هو يجتهد.
يجتهدوا. راك تشوف يعني دوك مثلا فتره نتاع احتلال، فتره نتاع احتلال كانت فرنسا يعني محتل الجزائر ومخضعه الشعب الجزائري تتحكم في كل شيء. السيد يطلبوه على جال باش يروح يدير سيرفيس ميليتير تاعو، يخرج يخلي ما يديرش سيرفيس ميليتير تاعو ويخرج ويروح يمشي على الاقدام على جال باش هو لا يثير الراي نتاع السلطات الاحتلال، ويفوت ويروح للقاهره ويصير لك فيما بعد يطلع لك رئيس جمهوريه. فهمت؟ شوف منين راهو كان مجرد زوالي ما عندوش يعني كيما نقولوا شليله، هذيك الاراده اللي كانت عنده اراده قويه. وكثير من الزعماء تلقاهم هكذاك، كثير من الزعماء وما يروح لك غير قال مثلا هذاك راهو انسان ديكتاتور ولا مستبد ولا كذا، لكن روح شوف كيفاش تربى، كيفاش كبر، كيفاش كذا، روح ليهم كامله كامل هذو اللي صاروا زعماء ما جاوش غير هكذاك برك، راهم يعني سما اجتهدوا وعملوا صبروا وقاساوا وكذا. فهمت؟ حتى سفره ما كانش اللي يلقى اللي يلقى اللي يلقى الخبزه طيبه ما تكلش عليه. احنا كي واحد كيكون متعب حوس لك على الفيزا، حوس لك على الفيزا، واش كاش فيزا ولا هم حلوا الاسبان هم حلوا الفرنسا. الناس راهي تستنى هكا، وكي تقول لهم فرنسا ولا نيمبورت كال بي في الاخر في الاوروب ولا في جهه اخرى، كي تقول لهم يا ودي سون بابي غير ما كان تجي يقول لك راك تحسد فيا. ايه ما على بالوش، ما على بالوش حتى يعيش الواقع هذاك. كاين اللي ما يفهمش، تعيا تنصح فيه، تعيا تقول له ودي لعن بليس يا ودي راه كذا، ما يفهمش هو حتى يخبط راسه في الحيط باش من بعد يفيق. مهم، شكرا للاخ رزقي. كش ما تحب تدير كلمه اخيره؟ ربما كش ما زلنا نعطي كلمه لواحد ولا زوج من الناس ومن بعد نختموا هذا اللقاء. نولي الفكره هذيك اللي نسيتها قبيله، على كاين الناس كيقول لك كيقول لك ادخل البلاد روح ناضل في البلاد، روح هدر في البلاد. على هذه اللي كنت باغي نهضر قبيله، ما راحت الفكره كومبليتوم، ما تفكرتش منها. يقول لك اروح 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 دخل البلاد وهدر في البلاد. واحد بالك يخرج كان ديجا عنده ظروف وكيف خرج من البلاد، ما يقدرش. واحد كيمشي للبلاد يقول لك اروح لهنا تهدر ودي هدر وقول هذا الشيء وكل شيء. كاين الناس تهدر هنا ولا تمشي للبلاد كيف ما راهي مستقله. واحد ما يقدرش يريسكي بروحه، راه بالك هو كيخرج خرج ما على باليش في التسعينات ولا في الاخر في ديبيود تاع 2000 في لي زاني 2000 ولا كان عند الناس عندها مشاكل، بالك سواء مشاكل سياسيه ولا مشاكل تاع الارهاب ولا كل شيء. سورتو هي مشكل تاع اللي عنده علاقه بالسياسه. واحد هكا ما عندوش، ما يقدرش يولي للبلاد برك، يولي هكا الا ما عندوش غارونتي واحد اللي يضمن له بلي كيما نقولوا حتى حاجه ما تقيسو. مش بالضروره الاخ رزقي، مش بالضروره. في وقت سابق، شوف في وقت سابق كانت التلفازه الواحده وكانت الصحيفه الواحده، بمعنى انك انت تتكلم ولا رحل. لكن درك خلاص، درك من خلال الانترنت هذه نتاع الانسان رواح لهنا في الداخل وهدر، هذه يقولها انسان واحد راسه فارغ. راهو درك واحد في الجزائر وراهو يمشي في الرساله نتاعو عن طريق فيسبوك ولا عن طريق اليوتيوب، يمشيها للعالم كامل. بكري قال مثلا كانت غير القناه الواحده، باسكو علاش مسكرين لك؟ ما تقدرش حتى تروح تهضر فيها. كيفاش تروح دير تروح تهاوش باش تهضر فيها؟ ما تقدرش. بصح دوك ما تحتاجهمش، دوك قال مثلا انا نروح للجزائر وراه عندي قال مثلا الانترنت نقدر ندير بث مباشر من ثم. جوستيمو هما ولاو على اللي راهم في السلطه، هما ولاو يخافوا من الصوالح هذو اكثر ما يخافوا من الاخر، من لي ميديا، يخافوا من لي ميديا سوسيو اكثر من اللي يخافوا من لي ميديا اوديو فيجوال ولا من لوكا، من لي ميديا اكريت، من لا براس اون جينيرال
يخافوا من الاخر من لي ميديا، من لي ميديا سوسيو، سوا لي ريزو سوسيو فيسبوك ولا عفايس واحد اخرين ولا لي بلوغ ولا ما. فاحنا مازال ما عندناش بالك ثقافه، هذيك واحد يكري بلوغ بالك الناس تحكي لهم على بلوغ في البلاد يقول لك ما عنديش حتى علاقه. مي كاين الناس تنشر في الاخر في الانترنت وكل شيء، تكري بلوغ عندها السيت تاعها. الاخر اللي حاكميننا في البلاد راهم خايفين من الصوالح هذو، خايفين من الانترنت، خايفين من اليوتيوب، خايفين من فيسبوك. بسكع من قبل ما كانوش يستناو الصوالح كيما هذو. يولي الناس راهي في اوروبا ولا في امريكان ولا في بلاصه اخرى، يقدر يدير لايف، يقدر يوصل رساله وياثر بالرساله بالكلام تاعو، ياثر في الاخر، ياثر على الناس ولا على الشارع كيما نقولوا. الناس تخرج ولا ترياجي. نعم. ولاو يخافوا على الصوالح هذو، ما عندهمش، ما يخافوش من القنوات الفضائيه من الاخر، النهار ولا الشروق ولا الخبر ولا امبورت، ما يخافوش من الصوالح هذو باسكو هما راهم ما كانش نقولوا، كان يقولوا لا ليبرتي دو بريس، ما كانش لا ليبرتي دو بريس 100%. اللي يبغيو هما يفوتوه، اللي ما يبغيوش. مي هما يخافوا على الصوالح هذو، يخافوا من لي ميديا سوسيو، ما يخافوش من التيلي ولا من الجورنال. ولات بالاخر بلي نوفل تكنولوجي، الناس ولات متقاربه من نيمبورت كالور. فوالا الاخر لا بروف، راهي 12 تاع الليل نحكي ونديروا اللايف من الجي، يسمعونا بومرداس يشوفونا كيف من جهه اخرى، بو امبورت. على هذه يولاو يخافوهم من صوالح كيما هذا. يا ربي ان شاء الله يكون الخير. المهم شكرا للاخ، ان شاء الله. شكرا إن شاء لك الله. انا ان شاء الله ان شاء الله بالسلامه، ربي يبارك فيك. ان شاء الله بالسلامه. شوفوا ترى مره الاخ اللي قبل اللي كلمتني، اصبر تشوف الاخ يوسف. اخ يوسف ما تقدرش تطلع انت باسكو ما عندكش، ما راكش ظاهر مباشره، ما تقدرش. الاخ نصر الدين، ها حسره، شوف الفرق بيني وبين هذا الناس. نفس الشيء الاخ اللي ترمز الاسم تاعك ببابلو، نفس المشكله الاخ نصر الدين. شوف هذا الناس، فرق بيننا وبينهم هو انه راهم عايشين في الجزائر ولكن القلوب نتاعهم راه في الشونزيليزي. احنا رانا عايشين في فرنسا والقلوب نتاعنا راه في الدشرة، فهمت؟ هاو الفرق بيننا وبينهم. المهم اتمنى هو ان رانا افدناكم من خلال هذا النقاش الاخوي اللي كنا نديرو فيه على الصفحة نتاع المصالحة الجزائرية. كان الموضوع حول العزوف في الجزائر، وش هي الأسباب، الخلل وين راه، وش هي الحلول. المهم إذا كان في إخوة هكذاكش ما يحبوا يزيدوا يديروا مداخلة أو اثنين ونختموا هذا اللقاء. شوف يقول لك الأخ الكريم هذا اللي ترمز الاسم تاعك بآلي لوفيك، شوف الإعلامي هذا ما يديرش السلاح، ما يهزش السلاح، السلاح نتاعو هو القلم، السلاح نتاعو هي الصورة، السلاح نتاعو هي الكاميرا، فهمت؟ إعلامي هذا كي تقول انت مثلا أرواح الواحد الميدان ودير التغيير وكل واحد واش راه يدير. درك هذا الإعلام هو يستعمل الصورة، يستعمل الكتابة، يستعمل التعليق، يستعمل التركيب، يستعمل هذه الأمور. الإمام راهو جاي في منبر ويخطب او يخطب، الاستاذ راهو قال مثلا في القسم نتاعو راهو يعلم،
تقول انت الاستاذ روح خرج لي لبرا للخارج ودير، هو راه الوظيفه نتاعو هذيك هي، راه هو يقوم بدور تعليمي، راه يعلم الانسان اللي راه درك هو امام، راه يخطب في الناس في المسجد يخطب، هذيك هي المهمه نتاعو، الخطابه توعيه، ينصح الناس قال ما ديروش كذا 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 كذا. درك هاد الناس اللي راهم هما يشتغلوا في هاد الامور تاع الاعلام كيف كيف، تا درك هذا الفيسبوك هذا وسيله، دوكا كي تقول لي انت مثلا باللي انت ارواح للميدان، واش جاب النهار للفيسبوك، واش جاب الشروق للفيسبوك، واش جاب جزائر نيوز للفيسبوك، واش جاب الوزراء راها بنغبريت دايره صفحه في الفيسبوك، المخابرات دايرين صفحات في الفيسبوك، وزاره الدفاع مدايرين في الفيسبوك، علاش راهم ما جايين الفيسبوك؟ لماذا؟ لو كان ما شافوش باللي راهو كاين تاثير هذا نتاع الفيسبوك على القناعات. يا سيدي شوف مؤخرا بالك لعبد راك سمعت هذيك القضيه هذاك نتاع واش يسميوها الحوت الازرق، لعلك راك سمعتها، يعني بمعنى انه الناس تتاثر من خلال هذه الانترنت الى درجه صارت الناس تنتحر تنتحر. هذا الموضوع هذاك اللي جابوه نتاع الابتزاز وراهم جابوا به تقريبا شهر هما في واسمو الى غير ذلك من المواضيع، فهمت المساله هذه نتاع الانترنت راك غلط اذا راك تعتقد من ان الانترنت هذه ما عندهاش تاثير على القناعات نتاع الناس، فانت ما على بالك بولو. الان الحروب حروب اذا كان انت لا تتقن هذه المسائل نتاع الانترنت غير ما كان لا تدخل لها. الان الحروب راها تجري عن طريق الانترنت، دركا تلقى مثلا قناه فضائيه الاستوديو نتاعها راهو عباره عن ثكنه تدير ثكنه باش تحارب بها. دوك الان من خلال هذه الحرب الاعلاميه هذاك الاستوديو راهو يعتبر ثكنه، يعتبر منصه نتاع وش اسمه نتاع صواريخ نتاع كذا اللي تحارب بها، تستعمل بها الدعايه، تستعمل بها الحرب النفسيه الى غير ذلك. هذه المواقع نتاع الانترنت نفس الشيء، المواقع نتاع راها الناس راها تستعمل فيها من خلال البرامج نتاع التجسس، راها تدخل للديار وراها تقوم بحروب كذا. سي جي يقول لك قال لك فيسبوك، وانت واش راك دير لنا اصلا تاع ليه جيت باش تتبع فيا؟ لماذا علاه جيت تحبني زعما؟ علاه جيت ما تحبنيش؟ علاه جي؟ لماذا ليه جي؟ واش هو الجواب تاعك؟ راح تقدر تجاوب؟ ما تقدرش تجاوب. المهم الإخوة الأكارم نزيد بعض الدقائق هكذا وننهي هذا البث هذا. يا الأخ عمار بمن تتصل؟ ربي يبارك فيك، فهمت ربي يبارك فيك، ولكن بمن تتصل؟ شكون هما هاد الناس اللي تتصل بهم؟ الناس اللي تتصل بهم تروح تهضر معاها يقول لك انت شكون؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك الاخ رفيق. واش راك استاذ؟ لاباس بخير. الله يبارك فيك، منين راك تكلم فينا الاخ رفيق؟ انا من الجزائر. مرحبا بك الاخ رفيق. الله يسلمك، والله غير هذا شرف كبير ليا اني نتحدث معك مباشرة. مولف نسمع لك ربي يبارك فيك. نشوف اليوتيوب، نشوف يعني نشوف باللي عندك نظرة يعني تحليلية ما شاء الله، ولو أني ما نشوفكش أنا من ما نصنفكش مع المعارضة، نصنفك أنت من المناصحة ماشي المعارضة. ربي نسميك نسميك مناصحة ماشي معارضة، لأنك شغل تحب تنصح حتى ويكونوا هما ما تفهمش معاهم انت في الرأي، ما عندكش نفس الوجهة الرأي معاهم، بصح بطريقة النصح ماشي بطريقة يعني معارضة، يعني معارضة على طريقة مناصحة، أنا هكذا نفهمها والله أعلم. لا المعارضة الأخرى فيقنا كيفاش نعرض؟
أن المعارضة معارضة إيجابية، معارضة نتاع الظلم. أنا ما نعارضش واحد راه هو على الحق، نعارض واحد اللي راه هو يظلم، نعارض الفساد، نعارض المنكر. شي نعارض أنا واحد ضد قال مثلا هو راه يبني ويخدم، وانا نقول له لا لا ما تديرش هكذاك. أنا مانيش من النوع هذاك اللي هو يشوف الدنيا كامل ظلام. كاين نقول مثلا راه كاين نسيك واحد السؤال. نعم سؤال تفضل تفضل الأخ رفيق. سمعت السؤال ولا تقطعت المكالمة؟ لا ما سمعتش. شوف قلت لك حنا يا كشعب جزائري نعم. حنا يا نعارض ونهضروا على الفساد خاطش ما نحبوش الفساد، ولا أن حنا ما لحقناش للفساد باش نكونوا مفسدين؟ كل واحد كيفا. كاين اللي هو شوف راه درك مثلا هو يهضر على السلطه. انا سمع فيها. كاين اللي راه درك مثلا هو يهضر على السلطه ويقول لك باللي او بوتفليقه هضرها هضر على الشاذلي. انا على الشاذلي راهو التسجيل تاعو راهو مصور ومنشور. كاين اللي راهو يهضر هو على السلطه وسلطه فاسده وسلطه مجرمه وسلطه كذا، ولكن هو لو كان يوصل يدير اكثر من الناس اللي راهم في السلطه. بارك الله فيك. هذا واش حبيت نقول لك. نفس الشيء فيما يتعلق بالفساد. كاين اللي راهو درك هو كاين اللي ثبته ربي، فهمت؟ كاين اللي ثبته ربي نقولوا مثلا راهو هو انسان يعني نتاع خير، ونقولوا مثلا راهو هو ضد الفساد هذاك. ودرك لما هو راه مثلا يوصل للسلطه يثبته ربي برك، باسكو لو كان ما يثبتكش ربي قادر تطغى وقادر تعمل اكثر من الناس اللي داروا. انا عمه راني فاهم. انا شفناهم دوك مثلا كانوا ناس يحكيوا على البرلمان، يحكيوا على البرلمان يقول لك برلمان الحفافات وبرلمان كذا وبرلمان كذا وبرلمان كذا، ودوك راهو في البرلمان مثله مثل ايها الناس. اي تسمى حب يقول الانسان حنايا ما لحقناش للفساد، تسمى ربما هاد الناس يتسمى يمكن انا نناقشك دركا في الموضوع ونقول لك الحكام والنظام وكذا، ويمكن انا وكان راني في النظام يمكن بلك راني افسد من هاد المفسدين. صح باش نكون مفسد خاطش الانسان ما يقدرش يجي روحو كي يكون فقير. كاين ناس زعما يقول لك باللي يقول لك زعما الدراهم وانا ما يخلعونيش الدراهم. ما يخلعوكش دراهم 10 ملايين و20 مليون و100 مليون خاطش هذا واش كسبت في حياتك. بصح وكان كسبت الملايير الممليارة يبدلوك الدراهم. الدراهم خاطش الناس تفهم الدراهم يقول لك انا والله ما بدلوني الدراهم. بصح الا كسبت انت في حياتك 100 مليون ماشي هذوك يحكوا عليهم الناس. هذوك الصرف الدراهم اللي دراهم بزاف وما اللي يبدلوا الانسان. اه وي خاطش انا شوف نقدر نقول لك اخ نوردين، انا في بعض الاحيان نقول باللي هادو ما اللي جا فيا راهو ساعه يتقطع. تفضل الاخ رفيق. للاسف الشديد راهو كاين تقطع، راح الصوت الأخ رفيق. نعم تسمع فيها راك تسمع فيها. شوف انا واش نظن باللي زعما نقول كيما هاد لي جينيرو زعما كيما نقولوا زعما الجنرال نزار ولا توفيق ولا هذا اكس ولا ايكراك ولا نقول زعما ونمد اكزومبل بواحد لاليمونطاسيون جينيرال في الحومه، انسان مصلي وناس ملاح وترونكيل ويصلي الصلوات ديالو في المسجد وكذا. نقول باللي هذاك عمي موسى لاليمونطاسيون وكان هو اللي عطاو له البوفوار، وهذا خالد نزار هو لاليمونطاسيون تاع الحومه. بالك هذا خالد نزار وكان جا لاليمونطاسيون يكون ناس ملاح، وعمي موسى وكان عطاو له البوفوار يولي كريمينال. ممكن هادو ما يتسمى خاطش هاد الناس هادو ما اللي طغاو ماشي على باز هما طغات.
هذا الطغيان يجي مع الوقت، على بالك الانسان النفس ديال الانسان دير المعصيه وتكب وتزيد دير معصيه وتزيد دير معصيه ومعصيه ومعصيه، ومن بعد القلب هذا تجي عليه شغل واحد الغشاوه كحله خلاص يقسى قلبه. بصح ماشي زعما كيما نقولوا من الاول يبدا يكون كريمينال، هذه لا كريميناليتي تجي بشويه، شغل يكحال القلب يكحال القلب يكحال القلب يكحال القلب حتى يولي يشوف الناس قبل. بصح في الدب ما يكونش يشوف فيهم هكا. هي كاينه امور مجتمعيه ولا كاينه امور لا فاهم فاهمك قلت لك هي كاينه امور مجتمعه تسمى دوك انت باش الحق الانسان لدرجه هذيك يعني اللي في السلطه والحق لدرجه هو انه مثلا كاين نتاع قتل ولا نتاع فساد ولا تسمى كاينه امور اللي اجتمعت اللي هي وصلت لهذيك النتيجه. درك قادر يكون الجهل بارك قادر يكون فيه. عدم الالمام قادر يكون عدم الالمام بالقضيه، مرات يكون الغرور، مرات يكون الجاه، مرات يكونوا ناس يدفعوك فهمت، كاين انسان اللي يسمع نقولوا مثلا يدفعوه ناس هكذا يعمروه كما يقولوا هكذا ويدفعوه، وكاينه امور تجتمع. ولكن فرق بين الممارسه وبين التمني، كاين الانسان اللي راهو درك مثلا مثلا تلقاه مثلا في حوار ما يقدرش هو يسمع ناس اخرين ما يقدرش يسمعهم، هذاك غدوه لو كان يوصل للسلطه شوف تلقاه مثلا في حوار قال مثلا راه هو يخطب في الناس يتكلم هو برك، اللي يجي يتكلم قال اسكت 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 ما تشوشش، تلقاه حتى في خطبه الجمعه تلقاه راه يخطب وكذا، ولكن الناس غير هكذاك برك كي شغل دي روبو. هذاك غدوه لو كان يوصل للسلطه هذاك ينحك النفس هذاك، هذا هو غير درك نقولوا مثلا في جامع ولا ما على باليش انا ولا في قسم ولا في راه ما يخليش الناس تتكلم، هذاك غدوه لو كان يوصل للسلطه مانيش عارف واش يدير لك. وكاين اللي تلقاه هو ما عندوش كيما نقولوا هذاك تاع التبادل هذاك، غير كيما نقولوا يهدر هو برك ما يسمعش. حنا مطالبين باش نسمعوا بعضنا البعض ولازم نقراو الاعذار تاع بعضنا البعض، كاين اشياء اللي نقبلوها وكاين اشياء اللي نقولوا ربي ثبتنا فهمت، ربي ثبتنا وربي بعد علينا المسؤوليه ويبعد علينا البلاء فهمت. الاخ وردين حبيت نسقسيك ابتلاء ربي بالمسؤوليه نعم، وشنو هي حب الجزائر وشنو هو حب الوطن؟ كي نسمع هكذا يقولوا زعما هذا المسؤول ما يحبش البلاد، هذا الحكام ما يحبوش البلاد، كيفاه ما يحبوش البلاد؟ وشنو هو المقياس اللي تقيسوا به على انسان انه ما يحبش البلاد؟ ما يحبش الشعب، وشنو هو المقياس؟ يا ودي شوف نقول لك الاخ رفيق، شوف دوك هذه المسألة تتعلق بالثقافة وتتعلق بالوعي. فهمت؟ كاين الانسان اللي راهو درك مثلا هو عنده حب الوطن، حب الوطن هذا ماشي انت دير درابو والله دير كرافات والله، حب الوطن هذا تروح انت تحضر في مقام الشهيد والله تروح انت تحط الزهور، حب الوطن هو انك لما تكون انت انسان خدام تخدم للوطن بالمجهود نتاعك انت، ماشي حتى تكون مسؤول راك في مسؤوليه باش انت تخدم الوطن. هاي الانسان دوك تلقاه مثلا هذا اللي راهو مثلا هو يتطوع باش يخدم في طريق يتطوع، هذا راهو يحب في البلاد فهمت، هذا عنده حب الوطن راهو هو يتطوع يخدم يعاون الناس يعاون الزوال يعاون القليل يعاون اسمه، هذا انسان عنده حب الوطن. لكن مرات هو انك انت كاين الناس اللي هما يقول لك باللي هذاك ما يحبش البلاد، بمعنى انه راهو دوك هو في المسؤوليه وعنده الامكانيات وراهو قادر يدير وما دارش. درك فرق بين انسان اللي راهو مثلا عنده الامكانيات، انا درك راني دير تليفون وهاني عندي صفحه في الفيسبوك وهاني نحاول ان نشاركك ونسمع لك على جال باش حنا نقدموا حاجه لبلادنا، وبين واحد اللي راهو عنده هو قناه فضائيه وعنده الوسائل وعنده المقرات وعنده ذيك وعنده ذيك ومانع الناس باش يتكلموا. راك شفت الفرق وين؟ كاين فرق، كاين الانسان اللي ذكره مثلا خدام
خدام مثلا في وزاره ولا في مديريه ولا كاين اشياء اللي هي ما تبانش ثم يخدم حتى مرات هو انه واحد حتى يموت باش يعرفوا المكان نتاعو، خاطر كاين الناس اللي هما مثلا عاميهم هذاك الغضب ولا عاميهم هذاك الاعلام حتى يموت هو، من بعد تبدا تبان المشاريع، قال والله فلان هذاك هو اللي دار مشروع، فلان هذاك هو اللي دار الطريق هذيك، فلان هذاك هو اللي دار كذا. حب الوطن هذا ماشي شعار. تما الاخ نور الدين، حنايا اللي تريشي في الخدمه واللي فياس واللي كذا، حنا ما نحبوش الوطن. انسان اللي تريشي بيان سور، انسان اللي تريشي تما هكذا يا الاخ نور الدين. اغلبيه الشعب الجزائري، اغلبيه الشعب الجزائري ما يحبش الوطن. الانسان اللي راه هو يستعمل الرشوه ويستعمل السرقه والتبلعيط وراه هو مش يقدم في خدمه للبلاد، واش من حب وطن عنده هذا؟ وعلاه حب الوطن هذا شعار؟ حب الوطن مش غنى. حب الوطن هو انك فرمي. من خلال السلوك ومن خلال الافعال عليك اش معرفه باش يجيبوه لي اوتوماتيكمون، نحوس على معرفه باش يجيبوه لي. تما كي جابوه لي وما طبقش وانايا ما طبقوش عليا القانون، تما انايا مادام ما طبقوش عليا القانون ورديت بها وشفت معرفه وجابوا لي البرمي، تما انا انسان ما نحبش تطبيق القانون. في اثنين كي انت كي هو. يتسمى مال الشعب راهو الشعب. بصح حبيت نسقسيك الاخ نور الدين، علاش نتوما يتسمى في الخطابات تما كي نقول لك نتوما ما تفهمنيش، مانيش نفيزي. ما عنديش مشكلة حتى تهضر لي على نفسي، ما عندي حتى مشكلة. بارك الله فيك. لا لا ربي يحفظك خويا العزيز، لا شي باش نتناقشوا من واحد الباب، علاش زعما كيما نقولوا الناس اللي تكون ضد النظام، ضد النظام مثالا، علاش عندها واحد الدبلوماسيه مع الدبلوماسيه شعبويه مع الشعب، على هو ولو انه هو الشعب يتم انا الشعب انت اللي رانا نسمعوا فيك اللي رانا في الحومه اللي كاع مادا بينا يدونا البرمي نجيبوه، كاع مادا بينا نتريشيو في الخدمه، كاع تسمى مفسدين بطريقه او باخرى. معك 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 الاخ رفيع. يتسمى مش في الشعب بون الحكام، نقولوا الحكام بصح الشعب ثاني راهو يسال فيها بنسبه كبيره. علاش المعارضه عندها خطابات شعبويه تخاف تابوردي هذا السوجي على الشعب، تخاف تروح لها تخاف تروح لها يتسمى المصداقيه الشعبية. ولا تخاف الشعبيه بارك الله فيك، تحب تخاف تروح لها الشعبيه. إيه. ولو انه انسان انا شوف سمعت واحد الوقت نعم. كنت نسمع في اليوتيوب، كنت شفت حلقات تاع حوارات الفكر والسياسه تاع نور الدين بوكروح. هذوك الحلقات كاين واحد 23 بارتي ولا انا نور الدين بوكروح ما كنتش نعرفه، ما تما ماشي ما كنتش نعرفه، يتما ما كنتش متحرويلو ولا ما ماشي نعم. وبعدها بديت نشوف هذوك الحلقات اللي شفت لا بريمير، انا طحت وقيله في النافيام ولا ديزيام بارتي عجبتني، بديتهم من الاول ديتها بريودا هكذا سمعتهم شفتهم، لقيت بلي السيد هارب بزاف، يتما عنده فكر يتما عنده تصورات وافكار لاباس بها، بصح لقيته في بعض الحلقات يهضر على الشعب، يتسمى يفيزي الشعب، يتسمى دبلوماسي هو في الحوار ديالو، بصح كاين واحد الحلقات يهضر فيهم باللي الشعب يسال فيها وباللي الشعب حقار ومحقور وما يحبش الحقرة وباللي الشعب يتسمى والشعب شكون هو؟ انا هو الشعب، انا الاولاني بداها مني انايا. ايه صح متفق معك. أنا نسأل نفسي من كي نبدأ نقول هادو الناس ما يحبوش الوطن وكذا، نقول لهم أنا تاني ما نحبش الوطن، خاطش الوطن ماشي هو وان تو تري في فالاجيري، الوطن كيما كنت تقول مقبل أني يكون نظيف، أني ما نرميش بحاشاك ما نرميش الزبل. حنا يشوف تيري لنا أنونس في الحومة الكاميون يجوز من 6 نرمو حاشاك لابوبال، من 6 ل 9
مس نعم كيجوز الحومه نقيه حتى الغدوه حاشاك نعاودوا نخرجوا لابوبات للتسعه باش القطوطه ما يجبدوش الصاشيات وما ياكلوهمش وكذا منا وتعرف كارتي بوبيلار في العاصمه. نعم احنا نقول لك حاجه ابداها مني انا وروح واحد فهمت السياق نتاعك الاخ رفيق، فهمت السياق نتاعك اللي راك حاب توصل ليه. المهم انا راني متفق معاك في انه الشعب عنده مسؤوليه، فهمت؟ هذه دائما نقولوها، احنا دائما نقولوها، وكاين الناس اللي هما يغيظهم الحال، وما انت تسمى تكلم فقط على الناس اللي راهم في السلطه وكانه الشعب هذا شعب ملائكي، والحقيقه هو انه بارك الله فيك. لو كان جا شعب ملائكي ما يجوش هذا الناس المفسدين. هذا الناس راهم هما جزء من هذا الشعب. عمار غول شكون هو؟ عمار غول وليد الشعب، وهادو ما حنا اللي نقولوا دار هادو الشياتين، هادو الشياتين ولا المعارضه، هما كاع كانوا شعب وطالعين شعب. دوك انت زعما هذا تاع المعارضه زعما شكون اللي انت في المعارضه مصداقيه؟ نعم متفق معك الاخ رفيق. هذوك تاع الطرقات يجيبوا تاع واحد يهضر على امن الطرقات وكذا، ومن بعد كان يمد حصيله اسبوعيه، شحال كاين الحوادث، شحال كاين كذا، شحال كاين كذا. ومن بعد انايا قاعد نقول زعما باغ اكزومبل هاد لانيماتريس اللي تانيمي معاه في ليميسيون، لو كان يدوا لها البيرمي معاه، هي عرضاتو بليزيور فوا وراو لانفيتي ديالها ولا تعرفها ويعرفوا، يدوا لها البيرمي راح يضربوها بثلاث شهور بروسي، ثلاث شهور ربع، ولا راح تعيط له ينترفوني عليها يجيبوا لها، راح ديرها كيما انت وكنت انت في هذيك البلاصه. رفيق انا مضطر على جل باش ننهي هذا اللقاء، نزيد نشوف كاين واحد الاخر راه ينتظر، نحاول معاه اذا كان ما قدرناش. يا خويا سامحني بالك خرجت لكم كاع الموضوع، معليش ان شاء الله نزيدو نتواصلو في فرصه واحده. سيتي ان بليزير كي قصرت معاك خو، بارك الله فيك، ربي يبارك فيك، فرصه اخرى ان شاء الله. مع السلامه. صحيت صحيت، ربي يحفظك. شكرا شكرا الاخ رفيق. نزيد نشوف ترى مع هذا الاخ زهير سليماني ونختم هذا اللقاء، لعل الله يقدر يفيدنا برايه، ومن بعد ان شاء الله نختم اللقاء. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك الاخ زهير. هكذا اخويا، واش راك لاباس؟ هضرنا من قبل كي كانت عندك الصفحه من قبل وكذا. معليش ربما بالك نسيت. زهير انا من بوسطن، نشفيت. حكيت مع على راديو. صحيت صحيت. صح واش راك لاباس؟ والله الحمد لله خويا. عندك لله. عندك وقت؟ راني يعني تفكرت الصوت تاعك. لا شو كيفاش يعني ربي لقيتك كفيسبوك، انا وشويه انا يوتيوبر اكثر، انا من فيسبوك امور هذه. كاين اخوه هكذا قالوا لي باللي يقولوا كان دير حوار في اليوتيوب يكون احسن. انا يوتيوبر، انا يا اصلا يوتيوبر، انا ما نتبعش بزاف السوشيال ميديا بزاف هادو. المهم هو اسمه في اليوتيوب ما كانش وقيله الخاصيه هذه نتاع المشاركه بالصوت والصوره، ما كانش. ارنا والله ما على بالي انا، ورضي خويا كذب عليك انا. شوف وريفر، المهم شوف المهم السؤال تاعك باين واضح اليوم. حسب ظني، ما نقول ظني يعني، حسب معلومات الانسان واش قرا واش شاف واش علمته الدنيا، هذه امور. بالنسبه للسياسه، السياسه اللي عاشها الشعب الجزائري عاش سياسه ثوريه يعني، ولذاك ثم دار ثورة وسياسة وعاش سياسة دينية تاني. الشعب ككل يعني الشعب الجزائري كي نحكمو عموما، الثورة شارك فيها الشعب، هز الشعب، وحتى كي نشأت أحزاب وكذا تبع غير السياسة الدينية، ثم هناك سياسة ثورية وسياسة دينية، هذه اللي قنع بها الشعب، لأنها على كل حال نقدر نقول سهلة بالمفهوم يعني، مفهوم العاطفي والروحاني تاع الإنسان. وش هو انا المشكل انك بادير سياسه مدنيه، سياسه مدنيه هذه اللي تنشا بها جميع الدول العظيمه هذه ولا القويه هذه. السياسه المدنيه لازم لها تربيه مدنيه، والسياسه لازم لها تخطيط، ياك نوردين؟ نعم تخطيط. انت بقى تخطط ان الشعب تحكم شعب جزائري الله غالب عليه يعني، عموما تحكم شعب جزائري. انا والدينا ما مارسوا السياسه نوردين، جدي ما مارس السياسه، مفهوم سياسه مدنيه بصح، سياسه ثوريه ماشيه فينا.
الشعب الجزائري وكان بيقول يدخل العدو كل وكل تحكم 10 من الناس 20 من الناس قادر يديروا ثوره، وثوره مشيوها سياسه ثوريه على كل حال. بصح من بعد دينا الاستقلال فشلنا، فشل الشعب الجزائري، نقولوا فشلت الامه الجزائريه هذه، فشلت بات حافظ الاستقلال تاعها وتكون دوله مستقله وتنشا مؤسسات مدنيه وكذا. نفس الشيء صرا في التسعينات، كانت فرصه كبيره، فرصه كبيره، الناس مشات للسياسه الدينيه. كي نقول سياسه دينيه الناس ما تفهمش باللي راني يعني كونتر الدين ولا حاجه، خاطر احنا لازم نفرزوا روحنا، الشعب الجزائري نفرز روحه. اسكو هل الشعب الجزائري يحوس على حياه مدنيه كيما الغرب هذا، ولا يحوس على حياه ثوريه مقترنه بالدين كاسلوب ديني نعيشوا به؟ لانه كان اختلاط بين الشعب وتخلطت عليه الامور. اخ زهير انا خويا لو كان تسمح لي برك نوضح لك يعني هكذا المفهوم تاعي فيما يتعلق بهذا النقطه اللي انت راك تحكي عليها. شكرا يا شوف الاخ زهير، درك هذه المساله نتاع كما قلت لي انت السياسه الدينيه ولا الثوريه، الشعب الجزائري البارح ولا اليوم ولا غدوه، الشعب الجزائري نعرفوا احنا باللي في الغالبيه نتاعو غالبيه مسلمه. درك هو مثلا لما امن بالقضيه الاسلاميه هو ما مشاش مع الاشخاص، هو مؤمن بالقضيه الاسلاميه لانه هو راه مسلم يعتقد من ان الله حق وان الجنه حق وان النار حق والى غير ذلك، هو مؤمن بهذه القضيه، تسمى بالنسبه ليه قضيه لا نقاش فيها، قضيه تحق. فيما يتعلق بالثوره نفس الشيء، درك القضيه هذه نتاع الثوره هو ان الشعب الجزائري كان تحت الطائله نتاع الاحتلال، بالتالي درك هو امن بهذه القضيه نتاع الحريه وقضيه نتاع الانعتاق. درك فيما بعد الشيء اللي حصل بين هو انك انت تؤمن من ان الدين حق وان القضيه نتاع الثوره حق، وبين الممارسات على ارض الميدان هذا شيء واحد اخر. ممارسات على ارض الواقع هو انك انت يجيوك الناس باسم الاسلام راهم يديروا في التجاره، فهمت، ويقوموا بممارسات وبافعال مخالفه للدين، مخالفه للعقيده اللي انت راك مامن بها وراك تشوف فيها من انها قضيه تاع حق. ونفس الشيء فيما يتعلق بالثوره، كاين الناس اللي هما ضرق قال كان هو مجاهد ولكن فيما بعد هو هزم الاستعمار ولكن هزموا الاستقلال، فهمت، هزموا الاستقلال بمجرد هو انه كان هو يعتبر باللي فرنسا ظالمه، فرنسا حقاره، فرنسا اخذت الاراضي نتاع الفلاحين، ولكن بمجرد هو انه اتيحت له الفرصه صار هو يامم في الاراضي وصار يقول للناس انت ماكش مجاهد وانت كذا، وبدل من انه هو قال يقتسم هذيك الاشياء مع المواطنين صار هو استغلها لنفسه وصار هو يمارس في سياسه الاحتلال على شعبه. فهمت القضيه وين راها؟ نعم انا واش قصدي بالحكايه هذه كي جبدتها؟ علاش؟ لانه هناك فشل. المهم رانا فشلنا في تاسيس الدوله، يعني اسكو فشلنا في تاسيس دوله ثوريه ولا فشلنا في تاسيس دوله دينيه ولا فشلنا في تاسيس دوله مدنيه؟ حنا واش حب الشعب هذا؟ اذا يحب يعيش كما الغرب هذا ولا فلسفه، يعني كي فلسفه انه لازم يعيش سياسه مدنيه. واش معناتها سياسه مدنيه؟ انك لازمك تفصل الامور هذه الثوريه والامور الدينيه بمنطق ديني، يعني بمنطق ديني ومنطق ثوري، ما زلت تقول انت الدستور تبدا تقول هنايا ان وزاره المجاهدين ولا باسم الدين تقول الدين دول الدوله، وانت ماكش مطبق الدين، لازم تفرز روحك انت واش تكون كدوله. لان انا قانع في نفسي انه ما كانش دوله لحد الساعه، ما اسسناش دوله يعني عندها مؤسسات سميها كما حبيت، ولو دوله دينيه ولا عمرها ولا اكزيستات دوله دينيه وعمرها ولا خلقت دوله ثوريه، كاينه دوله مدنيه. ذاك المدنيه ما تمنعش انه الشعب يبقى مسلم، وما تمنعش انه الشعب يبقى ثوري في نفسه، هادو اثنين مراح باه تكون عندك ثوره مدنيه. يعني انسان لازم يخلق مؤسسات، وباه تخلق مؤسسات هذا شيء صعيب على انك تقوم بثوره، وصعيب انك تعبد تروح تصلي وتعبد ربي وتتمنى الجنه ولا تتمنى الاستقلال. لازم تتمنى ديما الشعب يتمنى الاستقرار،
الاستقرار واش معناته؟ لما ينشا الاستقرار هذا المدني بين الشعب من بعد يتقوى في جميع في 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 في, في مثال انه يحافظ على حدود الوطن، في مثال يكون عنده جيش قوي مش معتمد على الغير ولا حاجه. ثم اذا حب ياسس دوله دينيه يقدر ياسسها، ولو انها بالنسبه لي انايا صعيبه. انك بتاسس دوله ثوريه، انك واش معناتها دوله ثوريه؟ انك تولي انت تصدر الثوره تاعك للخارج ولا تحتل دول اخرين ولا المهم دير وريبر تكبر، يعني تولي عندك امبراطوريه ما نقدروش عليها. سما الحل البسيط لينا هنايا ان نبدا من الان انسان كيف ينشا هذه الدوله المدنيه. انا في اعتقادي الشعب راهو ما يعرفش واش معناتها السياسه المدنيه. الشعب عمومنا، شعب عموم انت بالنسبه للنخبه، النخبه اذا حبت هي دير حاجه في مثال تقدم للشعب، تقدم للشعب، لازم تهبط للشعب، تهبط للبسيط، تبدا من البسيط. كاين نخب يا اخي ديما انا كاين نخب، هادو النخب هادو لازم يفهموا الناس واش معناتها السياسه. السياسه راهي تخطيط، تحكم انت في 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 مجتمع ما ولا تحكم في حي ولا شابه يقنع هذاك الشعب، بس لازم تقنعوا واش راه يدير. تجي انت عندك برنامج رئيس جمعيه حي ديما نضرب بها مثال، عندك تخطيط بيه، قال لها راح نديروا حاشاك مواقيت تاع رمي الاوساخ، راح نديروا بلاصه وين يلعبوا الاطفال. بتحكي مع الناس الحي لازم تقنعهم كيما يشوفوا الاستقلال هذاك، كيما يشوفوا الجنه والنار اللي وعدهم الحزب السياسي الاسلامي في مثال، لازم يشوفها باه يتحرك. والله لازم تتحرك الدار تاعو باه يتحرك وحده من الزوج. ثم انت حنا مازال ما وصلناش يعني نخب اللي توصل للشعب باه يشوف المستقبل زاهر، المستقبل احسن، وتخليه يصبر ويخليه تخليه يتربى وتخليه وتخليه كيما الاخ كان يحكي لك معاك قبيله. ضحكت شويه علاش؟ رفيق اسمه رفيق ياك هو كان يحكي معاك يسال فيك كانك نتايا كيما نقولها الشيخ شمسو تاع السياسه، فهمت شغل هكاك؟ واش كون كدا والشعب وغول ولد الشعب والاخر مش الشعب، او عنده حق يطرح التساؤل هذا؟ لانه صار خلط، خلط. حنا كيقول لك حب الوطن، حب الوطن. اذا الشعب انت اول ما تحب تحب الاسره تاعك، وتحب بعد الكارتي تاعك، وتحب المدينه تاعك، ومن بعد تحب الشرق، ومن بعد تحب الجزائر، ومن بعد تحب الدنيا. ذاك الواحد هذه حب الوطن هذا ما يسقاش، ما يسقاش بانك شرير ولا انسان خير. حب الوطن هذه تزرع فيك نتايا حاجه، يعني كيما تحب الدين تاعك، كيما تحب تكون حر، كيما تحب اشياء سما لاصقه في الانسان، فهمني؟ ما ربطوهاش بالخير والشر. حنا درك واش لازم المجتمع الجزائري واش نشوف فيه انا النخب هذه اللي قادره تغير؟ تغير والو بالقليل، حنا نقولوا قليل، خاطر رانا وصلنا لمرحله درك لانه الشعب كل دايخ. انا واحد من الناس قادر نقول لك سما كنت جيت تفهم واش قاعد يدور في البلاد، السياسه ولا معارضه ولا شعب، كل هذا يخافي بعضها. صدقني درك هما راهم في ورطه، بالسلطه في ورطه، بالشعب في ورطه، بالمعارضه في ورطه، ولو كانت لا ما كانش. حتى انت نور الدين انا تبعتك بزاف، سما تبعتك من قبل وكذا، انت تحاول تلقى الحلول، الحلول تاعك انت مباشره كانت تحكيها والحل والحل والحل، بصح التطبيق وين يكون؟ درك انت عايش في الخارج وانا عايش في الخارج، وبزاف اللي يستعملوا الانترنت كيما نقولوها، كاين انت والله كاين معنا مشاكل صارت مع هذاك امير ديزاد مع معرف الاخر. لو كان انت في مثال تكونتاكتي هذاك امير ديزاد، امير زيطوط هذا والاخر والاخر معارضين هذو اللي يقولوا معارضه، انا ماني عارف انا كيف يصبر واحد باه تفهم معاهم، انت قادر ما تفهمش على 100 سنه انت هذو اللي في الوسائط برك ما يتفهموش، والو نقولوا رانا نخب ما تفهموش. سما لو كان دركا نخلقوا وسائط اجتماعيه هذه تربويه في مثال، واحد يحكي غير على الرياضه في مثال، بروفيسيونال في الرياضه، واحد بروفيسيونال في حاجه في حاجه، ما نبقاوش غير الوسائط الاجتماعيه هذه غير نحكي في البوليتيك بوليتيك بوليتيك البوليتيك وماش عارفين، بصح ماناش عارفين اصلا وين رايحين بها، مش عارفين. انا نور الدين خويا والله نقول لك صراحه رانا نخلطوا، رانا نخلطوا الشعب كل يخلط بالشعب بالمعارضه بنشوف السلطه، وباه نحوسوا الخير لواه بنأسوا الدوله، بنأسوا الدوله نوصلوا لدرجه اننا القنطو تسمى تقول انسداد كما نقولوها، ما يكونش امل، وكون يروح الامل هذاك يولي الشعب يعيش ما على بالوش واش ينتظر فيه من الغدوه، ما على بالوش، ومن حقه يكون ما على بالوش وما يخممش، واللي ما يخممش خلاص واش كاينش ما كانش، لانه ما عندوش ادنى وعي واش قاعد يصرى في بلادو، واش قاعد يصرى في العالم، شكون السبب تاعها؟ انها النخب هذه، هذه ما نحط مشكل على النخب،
النخب اللي قادره بيقول توعي الشعب وتفهموا واش معناتها سياسه، واش معناتها تخطيط، واش معناتها تربيه مدنيه، ها واش معناتها بقى تربيه سياسيه، ونمشيو بالعقل بالعقل ويطول الحال هذا بالي طول الحال. نعم. ومن بعد تولي كل شيء واضح. اسمع لي طول تبارك. نعم. عليك على بالي راه الحال عليك شويه. نعم شكرا للاخ زهير، رانا ان شاء الله نزيدو نتواصلوا في فرصه اخرى. ان شاء الله اخويا نتمنى ان شاء الله يكون تدخل ايجابي وخلاص. إن شاء الله. شكرا للاخ زهير، بارك الله فيك. شكرا. سلام. شكرا. صحيت. المهم نحاولوا ان ندير مداخله قصيره وباش نختموا هذا اللقاء. في رايي يعني نزيد نضيف اشياء اللي ربما ما تولاش ليها الاخ زهير فيما يتعلق بهذه النخب. غير كاين اشياء اللي ربما هي تتطلب يعني كيما نقولوا الاستفاضه ولا الشرح ولا التوعيه ولا النصح ولا كذا، ولكن كاين اشياء اللي هي تتطلب افعال، افعال على ارض الميدان. درك على جل باش الناس تثق، الثقة ما تجيش هكذاك بين عشية وضحاها، الثقة تجي من خلال الممارسة ومن خلال الأفعال. درك الموضوع نتاعنا اليوم هو حول العزوف، كاين فيه أعتقد الأخ نصر الدين قالك دير ملخص للختام إن أمكن تستعرض فيه بعض المقترحات لكسر العزوف. إحنا ذكرنا قلنا بلي العزوف هذا راهو جا نتيجة تاع أسباب، وذكرنا بعض الأسباب ربما ما ذكرناهاش كلها، ولكن ذكرنا بعض الأسباب من بينها الخلف نتاع المواعيد، من بينها عدم الاحترام نتاع الإرادة الشعبية، من بينها الناس هذو اللي راهم دوك مثلا يمارسوا في السياسة بين قوسين أو في المسؤولية ما همش في المستوى تاع تطلعات تاع الشعب والأحلام والأمل تاع الشعب إلى غير ذلك من المسائل. بمعنى أنه درك هذا العزوف هذا ما جاش هكذاك نزل من السماء، كاين فيه أسباب مختلفة، قضية تاع الأزمة الأمنية والأزمة السياسية اللي عشتها البلاد وما زلت عشتها إلى اليوم، كل هذه الأسباب حتى الفترة تاع الاحتلال، كل هذه الأسباب خلات هو أنه المواطن الجزائري لا يثق ولا يأمل، وصار هو أنه لا يعبأ بالشأن العام ولا يعبأ بالسياسة وبالسياسيين. درك القضية درك حنا باش نديرو مقترحات. الخلل في رأيي هو راه موجود في فئات كبيرة من الشعب وموجود عند الناس هذو اللي راهم سلطة، درك اللي راهم عندهم هامش كبير من الحرية ومن المبادرة هم الناس اللي في السلطة، هم اللي قادرين هم يكسروا هذا العزوف، قادرين يكسروه من خلال إشراك الشعب، تشاركوا في المبادرات، تشاركوا في الرأي وتحترم الإرادة نتاعو. يعني غدوة المواطن هو لما يصوت على زيد ولا عمر من الناس لازمك تحترم الإرادة نتاعو، ما تعتبروش باللي انت هذا قاصر. قضية نتاع المقترحات، مقترحات والحلول نتاع هذه المسألة هذه نتاع العزوف، مسألة نتاع العزوف هذه مش نتاع شخص. درك قال مثلا احنا من خلال هذه النقاشات وهذه الحوارات نستطيع إشراك ناس اللي ربما راهم لم تتح لهم الفرصة في القنوات الفضائية أو في ما على باليش أنا مواقع ولا في صفحات، والله تشاركهم انت من خلال هو انك تسمع للاراء نتاعهم، هذا راه يعتبر تسمى حل من الحلول، هو انك انت تشارك الناس في النقاشات. ايضا تشارك الناس، مرات انت مثلا دوك مثلا تكون انت مكتفي غير بنفسك، مرات هو انك واحد يقترح مثلا موضوع وتشوف انت الموضوع هذاك راهو يساهم مثلا في التوعيه او يساهم في رفع اللبس على اشياء. المهم انت تساهم من خلال الرأي نتاعك، لما يصير هذاك التفاعل هذاك هذاك ليشونج هذاك التبادل هذاك، انت راك بهذه الطريقة راك تساهم في إشراك ناس آخرين. يعني قال الآن هذا النقاش هذا انت لما تنقل الرابط نتاعه للصفحة نتاعك انت تشارك في إشراك ناس آخرين على جل باش هما يشاركوا في هذه النقاشات وفي هذه الحوارات، هذه راه تسمى تعتبر
يعني حاجة من الحاجات اللي هي تساهم في كسر هذاك العزوف، ولا بد هو أنك أنت تقترح بديل، ولا بد هو أنك تصبر. يعني هذه المسألة ما تجيش هكذا كبر. دوك حنا على جال باش حنا نحيو هذا العزوف اللي راه موجود عند الشعب، لابد هو أن نشرك هذه الشعب، نشركه في صناعة القرار، نستشير الشعب، فهمت، في كل المسائل. وفيما بعد أنت تحترم هذه الإرادة نتاع الشعب، ومن بعد تشرك الشعب من خلال القنوات المختلفة، قال مثلا في هذه المواقع، في القنوات الفضائية، في الشارع من خلال النقاش، سواء في قال مثلا عرس والله في جنازة والله، كل هذاك النقاش، كل هذاك التواصل، كل هذاك الاتصال، كله هو يساهم في قضية نتاع العزوف هذاك. لكن هو أنك لما يكون الواحد راهو جاي في القرنية نتاعو، كل واحد راهو يشوف في روحه باللي راهو على الحق، والناس الآخرين راهو على الضلال، بطبيعة الحال حنا نتراك تمارس وراك نتاع تزيد تساهم في هذا العزوف. العزوف هذا راهم متسبين فيه رؤساء الأحزاب من خلال خلف المواعيد نتاعهم، من خلال التلاعب بالمواعيد المختلفة، من خلال المتاجرة نتاعهم بالقضايا المختلفة، مساهمين فيه الإعلاميين من خلال استضافة نفس الوجوه، ويعني كما يقولوا تحطيم الإرادات وتحطيم الكفاءات، مساهمين فيه الناس اللي راهم في الإدارة وفي المسؤوليات مختلفة، مساهمين فيه الناس، وحتى كاين فيه وضع دولي، وضع دولي ثاني أيضا راه هو مساهم في هذا الوضع اللي حنا الآن رانا عايشينه. دوك حنا على جال باش حنا نساهموا في الحلول، لازمنا نساهموا فيها مع بعضنا البعض. كل واحد راهو في المجال تاعه، قال مثلا واحد اللي راهو مختص هو مثلا في الشؤون الاجتماعية، يقدر هو يقترح حلول على جال هو باش يشرك الشعب في نشاطات مختلفة. اللي راهو مثلا في المجال الثقافي نفس الشيء، مجال الفني، في المجال الرياضي، في السياسي، في الإعلامي، كلنا في المجال الدعوي، كل الناس هي تشارك في إشراك فئات من الشعب. وإن شاء الله وحدة بوحدة نقدر نخلقه وضع ونخلقه مناخ مع بعضنا البعض. هذه باختصار الكلمة تاعي. إيه الأخ عيسى، إيه أغرس الشجرة وزقيها وحرسها، ماشي غير تغرسها برك، أغرسها وزقيها وحرسها وفيما بعد انتظر الثمار. نعم معك الأخ اللي ترمز الاسم تاعك بابلو، متفق معك. يا الأخ فيما يتعلق بالشباب، قضية، شوف نقول لك، قضية طويلة وعريضة، فهمت؟ درك هي المسألة وين راها، تتعلق بالوعي وتتعلق بالتربية، والتربية هي الأساس. دوك مثلا تلقى واحد في الدار، وهذه ربما راها موجودة في أغلب البيوت في الجزائر، دوك انت هو أنك لما انت تجيب أولاد انت تصرف عليهم وتشري لهم كما يقولوا ما لذ وطاب، وتجيب لهم الألبسة من ماركات مختلفة. صحيح هو أنك انت راك قمت بواجب، ولكن هذا الأكل وهذا الشرب وهذه الألبسة ما تكونكش شخصية. مثلا لو تشوف مثلا احنا للجيل نتاعنا، احنا ما كناش نلبسوا هذا اللباس اللي راهم يلبسوه اليوم شباب اليوم، وما كناش ناكلوا في هذه المأكولات اللي راهم ياكلوا فيها شباب اليوم. ولكن رغم الوسائل نتاع الإعلام ما كانتش موجودة، ولكن الأمهات نتاعنا رغم أنهم أميات يعني ما يقرأوا ولا يكتبوا، ولكن مع ذلك كانت تربيك، قال ما تديرش كذا، ما تسرقش، ما تجيبش هذيك، تجيب حاجة خاطية للدار تقولك لا لا وليدي رجعها كذا، ما تقولش الكلمة هذيك، ما تديرش كذا. تلقى الأم نتاعك هي أنها توجهك. وكاين مرات هو أنك تلقى الوالدين نتاعك مثلا في قضية نتاع الصلاة، حتى إذا كان مثلا ما أمركش باش تصلي، كانوا هما يركزوا على الفعل، بمعنى أنه هو ما يسرقش، هو ما يكذبش، هو ما يغدرش، هو ما يكش الأموال تاع الناس،
وكان هو خلال هذه الافعال هو قال مثلا تشوفوا انت يصلي، تشوفوا انت نظيف، تشوفوا انت انسان صاحب كلمه، تشوفوا انت من خلال هذه الافعال هو يقتدي بك، تقتدي انت به، فهمت؟ تقتدي انت بالاب نتاعك. لكن اذا كان هذاك المواطن يشوف باللي باباه يسرق، ويشوف باللي باباه نتاع رشوه، ويشوف باباه نتاع دخلات وطلعات وكما يقولوا ديزافا، وتزيد انت ما تكونوش في الدار، ما تكونوش لا نقولوا مثلا تقريه ولا تكونوا يعني تكوين سواء في السياسه ولا في التاريخ ولا كذا، هو منين راح تنزل عليه؟ ما تنزلش عليه. الاسره راها مشاركه، والمجتمع هذا منين؟ من الأسرة. لما تكون الأسرة هي قال مثلا الأب والأم هم يربي ولادهم، وكل واحد هو يربي ولاده، فيما بعد راح نلحقوا المجتمع مربي. لكن لما كل واحد هو يجيب وطيش ورمي، فيما بعد مجتمع راهو مقطع، مجتمع راهو مشرد، مجتمع راهو إلا ما رحم ربي. هذه هي المسألة. إذن في هذه القضية هذه ما تجيش هكذاك بين عشية وضحاها. الأخ فاروق للمشاركة في السياسة في ظل النظام الحالي يعتبر مشاركة في الجريمة. والله غرب التحليل تاعك خاطئ الأخ الكريم. فهمت؟ لابد من المشاركة. المشاركة مش بالضرورة هو أنك أنت تروح تساهم معهم. تشارك يا أخويا في التوعية، تشارك أنت في اقتراح أنت الحلول. دوك احنا مرات هو أنه لما يتكلم، أنا دائما نقولها في كل تسجيل وفي كل يعني موقف، احنا لو كان لقينا الناس اللي راهم هما يتكلموا، راهم هما يقوموا بالدور في المسألة هذه نتاع الوعي، ما نتكلمش أنا شخصيا. احنا رانا في غياب هذا الناس هذو، احنا رانا نقوموا بدور. وهذا الكلام هذا لا شك هو انه ربما راه يعتبر عند ناس ماضي نتاع وقت، ولكن في المقابل كاين الناس راهم يستفادوا. راك تشوف مره على مره يجي واحد راني نتبع فيك، عندي سنوات وانا نتبع فيك، راه عنده يعني تاثير على القناعات نتاع الناس، والناس راها تسمع وراها تميز وراها تشوف. قال انا يعني سمعت الفلان وهاني سمعت الفلتان، وراه عنده عقل يفكر به. فالمساهمة الأخ الكريم فاروق ما هيش بالضرورة هي أنت راك تشارك في هذا النظام. بالعكس، أنت لما أنت درك مثلا راه واحد في النظام راه يسمع، كاين الإنسان اللي راه هو داخل النظام سواء كان في الشرطة ولا في الجيش ولا في أي مؤسسة، وراه يسمع، راه الآن الإنترنت موجودة، راه يسمع وراه يشوف شكون اللي راه يتكلم عن الوطن، شكون اللي راه يتكلم في قضايا مختلفه، ويشوف باللي شكون هو الانسان اللي راه عنده وعي، وشكون هو الانسان اللي راه موضوعي، راه يتكلم في كلام مقبول، راه كلام يتكلم في كلام عقلاني منطقي، وشكون هو اللي راه يضرب في الريح بهروه. راه من الناس راهم يشوفوا دوك هذاك اللي راه في النظام، راه يشوف باللي انسان هذاك راه عنده عقل، راه يتكلم به، وراه يتكلم في كلام موضوعي، وراه انسان صادق، وراه يحوس على المصلحه نتاع البلاد، هو فيما بعد يثق فيك، فهمت؟ ويعرف روحه باللي راه كان على ضلال، راه كان يتبع في ناس تاع مافيا ما عندهم حتى علاقه لا بالوطن ولا بكذا. وبين هو انك انت قال انت راك تهاجم برك، هاجم 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 هاجم، الانسان راه يشوف فيك وراك انت تستهدف فيه. ومن بعد يقولك السيد هذا ما هوش موضوعي، السيد هذا راهو غير يضرب في الريح بهروة، ما راهو فاهم فيه حتى واش راه يقول. إذن راك تشوف الفرق بين هو أنك أنت تشارك بالرأي نتاعك وبالنصيحة نتاعك وبالتوجيه نتاعك، وبين هو أنك أنت تقعد مطبق يديك وقاعد تتفرج. متفق معك الأخ الكريم اللي ترمز الاسم نتاعك ببابلو، اتفق معك. يا هو شوف نقول لك، هذه مساله عاديه، هذه نتاع واسمه مراسله الناس. هذه شوف نقول لك الهدف نتاعهم منذ سنوات، ماشي غير من الان،
هدف نتاعهم هو منع الناس من التواصل معي. هاي المسألة ما تروحوش ليه، ما تتكلموش معه، الهدف نتاعهم هو هذا هو. معاك الأخ نصر الدين. المهم الإخوة اكتفي بهذا القدر، نلتقي إن شاء الله في فرص واحدة أخرى. ربي يبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.